هي أجمل من مجرد مباراة في كرة القدم. اليوم يوم سعيد عظيم لعشاق الكرة، ريال مدريد ومانشستر سيتي كانت متعة كاملة متكاملة انتهت بالتعادل. قوة بدنية، قوة فنية، مهارات وسرعة وتسديدات قوية، وفي الخلف حراس كبار على المرمى. كل شيء كان حلو وعظيم في مباراة الريال والسيتي في البرنابيو. انتهت المباراة صحيح بالتعادل، تعادل إيجابي من قذيفة مدريدية لفينيسيوس وصاروخ من دي بروين. الحسم تأجل لمباراة العودة في ملعب الاتحاد، بس على الأقل قال ريال مدريد اليوم نعم السيتي خيالي لكني ما زلت كبير اللعب. يا أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. الكلام كلام كبير والكرة حلوة، الكرة ممتعة، كرة قدم حقيقية. أنا فاهم إن الكلام ده بيتقال في كل مواجهة في دوري أبطال أوروبا أو كل مواجهة في أي مواجهة أوروبية، بس النهاردة المباراة حلوة حلاوة. مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في البرنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كانت مباراة ممتعة وحلوة، تكتيكية رائعة، قوة والسرعة وتسديدات عظيمة وتصديات كبيرة، كل حاجة حلوة. من أول الاتنين مدربين لبنزيما وهالاند وفينيسيوس ووكر وكامافينجا اللي عمل مباراة كبيرة النهاردة، روديجر وديفيد ألابا عملوا مباراة تاريخية، والله تاريخية. مش تحيز يعني لريال مدريد، وإن كنت يعني أميل للتحيز لريال مدريد ما أكدبش عليكم، بس الدلالة على كلامي النهاردة هالاند ما عملش حاجة خالص. هالاند ما عملش حاجة خالص. هل هالاند مثلا مهاجم وحش؟ هل هالاند مثلا شفتوه قبل كده بيلعب مباراة مش حلوة؟ هل هالاند مثلا شفتوه قبل كده مستوى قليل في أي مباراة من ساعة ما لعب كورة؟ لا، هالاند النهاردة بلا أهداف، بلا صناعة أهداف، خسر الكورة 5 مرات، تسديدتين فقط على المرمى دون خطورة. فانت قفلت على هالاند، قفلت على الوحش مبدئيا. الناحية التانية ووكر رايت باك او الظهير الايمن لمانشستر سيتي قفل تماما على فينيسيوس. دي بروين كانوا بيحاولوا يقفلوا عليه، بس فينيسيوس حل الاشتباك، ما انت مش عارف توصل لجوه المرمى، شوط من بره، راح شاط شوطه حلو قوي، جول في الشوط الاول. دي بروين يا جماعة رجله مرعبة، والله بدون مبالغة بتطلع صواريخ. ايه ده؟ ده في واحدة دي بروين شاطها على تيبو كورتوا قبل الهدف اللي هتكلم عنه، ايد كورتوا وجعته فضل يتألم وجعاه ايديه. الشوطة بقى اللي جه منها الهدف، الشوطة اللي جه منها الهدف لو كانت لمست ايد كورتوا كانت على الأقل هتتكسر. صاروخ الشوطة طلع صاروخ. شوطة بيسموها ايه؟ جودة التصويبة. الجودة بتاعت التصويبة جودة مختلفة. خد بالك، مش عايز اعمل مقارنات، بس ما هو جودة التصويبات ديت، الصواريخ دي تدريبات وعضلات وفتنس محترم وتفاصيل كتيرة قوي يعني نتكلم عنها في وقتها. خلونا في متعة المباراة. بس النهاردة بيب جوارديولا عمل مباراة محترمة، ما جودش، ما زودش، ما عملش الأوفر كوتشنج بتاعه، التشكيل المتوقع هو اللي لعب بيه، فظهر مانشستر سيتي فرقة واقفة على رجلها في البرنابيو. ريال مدريد رغم أنه تعادل على ملعبه، بس ما هو عمل مباراة كبيرة قدام وحش مانشستر سيتي ده على بعضه كده، وحش الكورة في العالم دلوقتي. عمل مباراة وضيع فرص ووصل للجول أكتر من مرة. لعيبة الوسط النهارده كانوا رائعين، توني كروس وتشواميني ومودريتش طبعا اللي جاي من اصابه، عملوا مباراه كبيره قوي. جامافينجا ناحيه الشمال عمل مباراه تاريخيه، رغم ان الكره اللي وداها لدي بروين في الهدف، بس في المجمل مباراه تاريخيه. كارباخال السنين اللي فاتت، ال4-5 سنين اللي فاتوا، مش المستوى اللي قدمه السنه دي. بس انا واقف كتير قوي عند روديجر وديفيد الابا، فكره انك توقف هالاند دي حاجه مش طبيعيه. الناحيه الثانيه دياز تألق، ستونز تألق، ووكر تألق، أكانجي تألق حتى في غياب أكي في ناحية الشمال. طبعا رودري لعيب خيالي، لعيب خيالي. بيب جوارديولا استنسخ
بوسكيتس في مانشستر سيتي برودري، نفس البروفايل نفس الشكل نفس الاداء رائع يعني. دي بروين طبعا حكايه، جريليش حكايه، كل الفرق. الماتش حلو يا جماعه، الماتش حلو، حلاوه حلوه، متعه متعه. عارف لما الواحد يجي كده وهو داخل الهوا يتكلم على كوره حلوه، يا سلام على المتعه. حضرتك مستمتع وانت بتتفرج على المباراه، انا مستمتع وانا بتكلم عن المباراه، الحكايه حلوه. يا رب يا رب، بالمناسبه يعني يا رب نقرب نقرب، مش بقول نبقى زيهم، نقرب يعني حاجه مختلفه خالص يا جماعه. طيب كده خلصت مباراه الذهاب. مباراه الاياب هتبقى الاسبوع القادم، هتبقى يوم الاربعاء اللي مش بكره، القادم اللي بعده يعني. ناس بتقول خلاص كده السيتي حط رجل في الفاينل. بصراحه لا، اللي عمله ريال مدريد النهارده يخليك تطمن انه لا، حتى في ملعب الاتحاد الريال يقدر يبقى واقف على رجله. خد بالك الريال من 3 ايام كان بيلعب نهائي كاس ملك اسبانيا، فاكيد برضو بدنيا مش اجهز حاجه. وان كان انا ما شفتش فريق كوره في حياتي، ركز بقى في دي، ما شفتش فريق كوره في حياتي من ساعه ما وعيتها على الكوره يعني، مش عايز اقول اللي قبل كده، عنده اللياقه البدنيه اللي عند ريال مدريد دي. ريال مدريد محافظ على الشكل البدني ليه منذ 4-5 سنوات بشكل رائع جدا بدنيا، الفريق واقف على رجله. ده شغل مدرب وشغل احمال وتفاصيل كتير قوي، بس اكتر فريق بدنيا بيقدر يقف على رجله هو ريال مدريد في العالم كله، من السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. فانت هتقدر تلعب مباراه العوده بشكل كويس. بتكلم على ريال مدريد، خاصه ان بيب جوارديولا بعد المباراه قال احنا لو لعبنا بنفس الاداء ده في مباراه العوده هنخسر، بيحفز لعيبته يعني. وان كنت انا شايف ان السيتي ما كانتش كارثه النهارده يعني. الفكره بالمناسبه يعني السيتي هذا الموسم لم يواجه فريق بقوه ريال مدريد، والعكس صحيح، ريال مدريد لم يواجه فريق بقوه مانشستر سيتي. هم دول او هي دي اللي بيسموها مرحله الوحش للفرقتين. انت هنا مرحله الوحش، قول لي كده السيتي واجه مين اقوى من ريال مدريد هذا الموسم؟ ارسنال اللي هو اللي بينافسوا على البريمير ليج، لا ارسنال طبعا مش بقوه ريال مدريد. ليفربول مش في افضل احواله. تشيلسي مفيش. توتنهام مفيش. هات لي فريق مانشستر سيتي واجهه بقوه ريال مدريد، والعكس صحيح، ريال مدريد واجه مين قوي بقوه مانشستر سيتي؟ برشلونه خرج من مانشستر يونايتد في اليوروبا، يعني ايه فريق تقدر تكسبه ويكسبك عادي، فمش اقوى حاجه يعني. الفرقه الحاليه يعني، عشان جماهير برشلونه ما تزعلش مني يعني، الفرقه الحاليه مش هي اقوى نسخ برشلونه يعني في السنوات اللي فاتت. اتلتيكو مدريد مش في احسن احواله، مش بقول ان هو سيء، ولكن مش اتلتيكو مدريد اللي من سنتين ثلاثه. حتى لما ريال واجه ليفربول، ما هو ليفربول زي ما اتفقنا مع مانشستر سيتي مش في افضل احواله. فدي كانت مرحله الوحش للفرقتين. فلا بيب جوارديولا يزعل ولا انشيلوتي يقول انا اصلا اتعادلت على ارضي، لا، دي مرحله الوحش. مباراه العوده برضو تصوري وتوقعي مش هيبقى فيها فارق اهداف كبير، بس حابب افكرك انه فكره قاعده الهدف بهدفين خارج الملعب دي اتلغت خلاص في اوروبا، ما بقتش موجوده. الماتش ده خلص تعادل يعني، لو اللي هناك خلص 2-2 تعادل، خلص 0-0 تعادل، خلصت بقى الحكايه بهدف بهدفين، ولو تعادلت بنتيجه اقل او اكتر مفيش الكلام ده. حلوه المباراه. في لقطه كمان عجبتني قوي بعد المباراه قوي، كان في مباراه خاصه جدا بين فينيسيوس ووكر ناحيه الشمال بتاعت ريال مدريد واليمين بناحيه مانشستر سيتي. مباراه فينيسيوس يحاول يعدي مره، ووكر ياخد منه الكوره يضايقه، بس ووكر لعب على فينيسيوس بصراحه، انا ما شفتش باك رايت لعب على فينيسيوس بالشكل اللي لعب بيه ووكر النهارده، قوي جدا جدا. بعد المباراه ايدرسون البرازيلي واقف يتكلم مع زميله فينيسيوس البرازيلي، ايدرسون حارس مانشستر سيتي وفينيسيوس لاعب ريال مدريد، بيتكلموا مع بعض بعد المباراه الكاميرات عليهم. ففينيسيوس بيشاور ايدرسون على ووكر، عايز تصوري يعني الترجمه او تخيلي، بيقول له لا رخم عليا قوي النهارده، زهقني في عيشتي. فراح ووكر جري عليه وخده بالحضن، خد فينيسيوس بالحضن وهما بيضحكوا مع بعض. مباراه صعبه جدا وفيها تاكلينج وفيها تدخلات وفيها بين ووكر وفينيسيوس، صعبه جدا. بعد المباراه احنا لعبنا مباراه حلوه مع بعض، مباراه شريفه مع بعض، حلوه الكوره، والله الكوره حلوه يا جماعه، والله الكوره حلوه، لعبه عظيمه. احنا
اللي بنخلي حاجات في الكوره ملهاش علاقه بالمتعه، اللي نلعب ونستمتع وتبقى الدنيا فيها اثاره وتشويق والكلام ده كله. بكره على فكره انتر وميلان مواجهه ناريه باللغه الصحفيه، يعني ناريه ناريه، واحد من اكبر واعظم دربيات العالم، انتر ميلان واي سي ميلان عبر التاريخ، بكره مع بعض في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا في عوده جديده للانديه الايطاليه في المنافسه على الشامبيونز ليج. بتتكلم فرقتين في السيمي فاينال من ايطاليا، يعني اكيد في فريق في الفاينال. مواجهه حلوه قوي، حلوه قوي. الفتره دي بتاعت دوري ابطال اوروبا بتبقى فتره كده تخلي الواحد مبسوط، المود حلو. شوف لما تتفرج على ماتش حلو تلاقي مودك ظبط، انبسطت. هيبقى احنا مشاكل ومين اتخانق ومين ضرب ومين زعق ومين كسر على جنب انت بقى خالص. سيبنا ننبسط، سيبونا ننبسط، يا ريت ننبسط كده واحنا بنتفرج على كورتنا المحليه. نروح لكورتنا المحليه النهارده. ايوه لفلي بقى، هات بقى الكره المحليه، هات بقى الكره المحليه. النهارده الزمالك وبروكسي في دور ال 32 من بطوله كاس مصر. هتحدث اولا عن بروكسي، فريق بيلعب في دوري الدرجه الثانيه في المركز السابع في مجموعه بحري، مش في احسن احواله حتى تحت، بس فريق عنده بعض العناصر الخبره زي احمد جمعه مثلا واحمد شكري اللي ما كانش موجود في مباراه اليوم، منقطع عن التدريبات. احمد شكري لاعب الاهلي الاسبق واحمد جمعه لاعب ومهاجم المصري الاسبق. عنده جهاز فني مثلا في الكابتن احمد سمير، عنده مدير فني موقوف 8 شهور وكان واقف او كان موجود في المدرجات، مدربه بالمناسبه موقوف 8 شهور بسبب الاعتداء على حكم في مباراه في الدرجه الثانيه قدام ابو قير للاسمده. عملوا مباراه محترمه جدا، مباراه عظيمه وكبيره جدا. ازاي؟ النهارده بروكسي تقدم على الزمالك، فاجأ نادي الزمالك الكبير العريق وسجل هدف أول مبكر بخطأ مشترك من حاتم سكر ومحمد عواد اللي تردد وخلى سكر يتردد، عشان الناس نسيت محمد عواد في اللقطة دي بصراحة، بس هو اللي عمل اللبخة دي للاعب قصبة ما عندوش خبرة. بعد كده الزمالك تعادل، بعد كده الزمالك تعادل عن طريق نفس اللاعب حاتم سكر اللي غلط في الهدف الاول، ثم اضاف اللاعب الخبره زي ما قلت لكم مهاجم المصري الاسبق احمد جمعه الهدف الثاني لبروكسي عشان يتقدم نادي بروكسي مره اخرى على الزمالك. وقبلها على فكره كان في كوره في العارضه. بعد كده حمزه المسلوسي، وهتكلم على حمزه المسلوسي ده في قصه وشغله في الملعب النهارده، سجل هدف التعادل في الدقيقه 78، لعبوا الفرقتين وقت اضافي وسجل سيف الدين الجزيري هدف الفوز في الدقيقه 99. حرفيا بروكسي احرج الزمالك، حرفيا الزمالك اليوم نجا من هزيمه مفاجاه كبيره جدا في كاس مصر. حرفيا النهارده شرف بروكسي فرق الدرجة الثانية قدام نادي الزمالك. بس الناحية الثانية الزمالك لا يزال يعاني، لا يزال يعاني، كاد أن يخسر أمله الأخير هذا الموسم بطولة كأس مصر. وسوريو هقف عنده شوية. سوريو النهارده بعد المباراة عنف لعيبته وقال لهم إن أنتوا ما أديتوش بشكل كويس وكان في تراخي في تنفيذ بعض المهام المطلوبة، وأخص أوسوريو في الانتقادات يعني حاتم سكر وحسام عبد المجيد بسبب الأخطاء الدفاعية اللي كانوا أو كانت في هذه المباراة. عادة لا أشيد ولا أنتقد مدرب في بداياته، بس أوسوريو هنتكلم عنه شوية. قبل ما أتكلم على أوسوريو أخد عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير اللي أدار من الملعب هذه المباراة كمدير فني الكابتن أحمد سمير مدرب عام فريق بروكسي بعد أداء مشرف جدا وكبير جدا من هذا الفريق
المتواجد في دوري الدرجة الأولى بأداء رائع جدا، حرفيا يا جماعة أحرج نادي الزمالك. كابتن أحمد مشرف ومنور، وبهنيك على الأداء والصورة المشرفة. حبيبي يا كريم ربنا يخليك، ما يتحرمش منك، كلك ذوق يا كريم ربنا يخليك يا حبيبي. النهارده مباراة كبيرة، أنتوا فاجئتوا حتى اللي بيتفرجوا، ما أظنش إن أنتوا فاجئتوا بس الزمالك في الملعب، إحنا اتفاجئنا الفريق من أول دقيقة نازل وبيهاجم وند للزمالك، مش فريق خايف أو فريق شايف إنه الزمالك، وطبيعي الزمالك فريق كبير ويخوف، بس أنتوا ما كنتوش خايفين في أرض الملعب بصراحة. والله يا كريم الحمد لله، أنا ده شغل 40 يوم بس، أنا بقالي 40 يوم مع الفرقة دي. وقعدنا مع كابتن محمد، انا وكابتن محمد، وقلت له احنا يبقى لينا استراتيجيه وشكل تاني ان شاء الله نلعب عليه، وحطينا سيستم الفتره اللي فاتت اشتغلنا عليه، وده ادائنا اللي احنا بنلعب بيه. انا من الناس اللي بحب العب كوره والعب كوره في الرجل، والدنيا بتبقى بالنسبه لي مفيش مشكله خالص، والحمد لله عندنا لعيبه على مستوى عالي جدا، لعيبه صغيره في السن ولعيبه تقدر تحدد وتشكل فيها زي ما انت عاوز، وبشكرهم على الاداء ده. واحنا بنلعب نادي كبير من اكبر فرق في افريقيا، واسم كبير، واحترمنا جدا جدا نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك، احترمناهم كتير جدا يا كريم، وده اللي خلانا نوصل للمرحله دي. وحتى واحنا كسبانين بنلعب كوره ما عندناش مشكله، واحنا خسرانين باخر دقيقه بنلعب كوره وبنوصل للجول، كنا جايين نتمتع نفسنا، كان كلامي كله مع اللعيبه انا وكابتن محمد حامد، ان احنا جايين نتمتع ونعمل ماتش كويس، نعرف للناس منظومه بروكسي فعلا منظومه تستحق الاحترام، وده اللي احنا الحمد لله خرجنا بينا. انا ببارك نادي الزمالك على صعوده، وانا كمان خارج كسبان ومبسوط بالاداء واللعيبه وكل حاجه الحمد لله. ده كلام محترم جدا وكلام كبير جدا. انتوا وصلتوا لحد الدقيقه 78 كنتوا متقدمين على نادي الزمالك، حسيت في لحظه انها قربت، حسيت انك هتعمل المفاجاه، ولا كنت عارف انه الزمالك بخبرات لاعبيه هيقدر يعوض؟ لا والله، وانا في ارضيه الملعب ما كانش عندي شك خالص، كنت حاسس ان الزمالك طبعا نادي كبير وممكن في اي وقت يرجع، لكن انا كنت حاسس برضو ان انا قريب للمكسب، والفرقه بتأدي بشكل كويس جدا، ووضعنا في الملعب كان مخليني مطمن ومرتاح، لكن انت عارف طبعا كره القدم في اوقات كتير جدا كابتن كريم بتحس ان المكسب قريب ليك وتروح للخساره، اوقات كتير بتحس ان الخساره قريبه ليك وتروح للمكسب، وهي دي كره القدم يعني. فبالتالي انا ما كانش عندي شك خالص، عارف المباراة صعبة طبعا جدا جدا جدا، وممكن الزمالك يرجع في أي وقت، بس احنا زي ما بقول لك والله كان هدفنا إن احنا نيجي نتمتع ونعمل مباراة كويسة، نعرف الناس إن الفرقة دي فرقة محترمة وفيها لعيبة محترمة تستحق إنها إن شاء الله في أقرب وقت تكون ضمن منظومة الدوري الممتاز بإذن الله. عظيم جدا، حسيت إن أنتوا في الوقت الإضافي تحديدا الوقت الإضافي الثاني الفرقة وقعت شوية بدنيا، حسيت كده؟ لا خالص والله، انا جمعت اللعيبه بين الشوطين بين الثالث والرابع، وقلت لهم احنا خسرانين 3-2، فاحنا بالتالي احنا محتاجين ان احنا نرجع للمباراه، فهنلعب ضغط عالي الفتره دي عشان نقدر نرجع ان شاء الله باذن الله بهدف يخلينا حتى نوصل ضربات الجزاء. وفعلا كان لينا ضغطنا، ورحنا وحمودي راح بكورتين، وميسي راح بكوره اللي كان فيها شك ضربه جزاء، فاحنا كنا حتى الشوط الرابع كنا قريبين برده من ان احنا نرجع. كريم انا بشكر اللعيبه، لان اللعيبه كانت فعلا تكتيكيا وبدنيا في احسن حال واحسن وضع لينا واحسن شيب لينا، فبشكرهم على المجهود الكبير ده، واتمنى ان شاء الله ان هي تكون بدايه ثقه ان شاء الله تدينا دفعه للست ومتوشه اللي جايين، ان احنا ان شاء الله باذن الله نكون موجودين في دوري المحترفين الموسم الجاي ان شاء الله ان شاء الله. طيب وانتوا مبسوطين وراضيين عن الاداء، اداء الفريق، ليه كان في بعض الاعتراضات على الحكم النهارده؟ لان احنا انا ضربه الجزاء الاولى كريم كنت انا على الخط، كانت قريب جدا مني، فهي كان فيها شد من حسام عبد المجيد وكانت واضحه جدا، دي ما اتحسبتش. الثانيه كانت بعيده شويه عن ميسي، بس احساسي ان ميسي لما عدى الدنيا بالنسبه له سهله، هو سهله كان يحط الكوره، فاذا هنا ان انت سهل انك تحط الكوره اكيد حد عرقلك انك ممكن ما تحطهاش يعني، فبالتالي ما المسافه قريبه جدا بينه وبين عواد ان هو يقدر يجيب جول، ان انت النهارده مش قادر تجيب جول، فانت اكيد حد اعاق ان انت ما تقدرش تجيب جول. هي دي بس كان اعتراضنا على الحكم، لان برضو لو رجعت الهدف الاولاني اللي دخل فينا من الاساس كانت الكره مع مصطفى حماده، وكانت فاول لينا في نص الملعب، قطعت مصطفى وفاول لينا، وبعد كده جت كورنر علينا، والكورنر ده اثر على هدف التعادل بتاع حاتم اللي هو في اخر الشوط الاول، فاحنا كنا حاسين ان الكابتن وليد كان جاي علينا شويه يعني، لكن احنا بنحترم القرارات في الاول وفي الاخر، ودي حال كره القدم دايما، انت بتكون حاسس ان ليك حاجه بتعترض او عليك حاجه بتعترض، هي الكوره كده كده. طيب وانا بذاكر فريق بروكسي قبل المباراه لقيت احمد شكري في قائمه الفريق، هو فين احمد شكري؟ احمد شكري، انا بتكلم على احمد شكري لاعب النادي الاهلي الاسبق. قبل ما اجي احمد كان في حصل مشكله ليه في النادي، وكان انقطع عن التدريبات، وانا فعلا سالت عليه قبل اول ما جيت، بس عرفت ان هو كان في مشكله بقاله حوالي شهرين قبل ما اجي، منقطع عن التدريبات،
وكانش عندنا وقت ورفاهيه ان احنا نرجع الموضوع، لان احنا ما عندناش غير فاضلنا شهر واحد بس في الدوري، واحنا كمان فتره طويله منقطع فما كانش يلحق يجهز بدنيا. ففضلنا ان احنا نكمل المجموعه اللي موجوده دي، وبعد كده نشوف الوضع بالنسبه لاحمد ايه وضعه ان شاء الله. لكن احمد طبعا لعيب كبير، وحتى كان كلام الكابتن محمد حامد معايا ان هو كان اضافه للفرقه في الفترات الطويله، لكن انت عارف كره القدم في اوقات بيجي لك بعض المشاكل كده بتخليك تبعد عن المستطيل الاخضر. لكن ان شاء الله باذن الله نتمنى له التوفيق ويكون باذن الله اقرب وقت يعني ان شاء الله، او حسب ما الاداره شايفه. هنقعد مع الاداره طبعا، استاذ باسم واستاذ فريد وشوقي وعبدون حاجه فيصل، ونشوف الدنيا فيها ايه مع كابتن محمد ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله كابتن احمد سمير مدرب عام نادي بروكسي، انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مره اخرى على الاداء الجيد اللي عملته النهارده قدام فريق نادي الزمالك في بطوله كاس مصر دور ال 32. طيب الزمالك بعد المباراه قرر معاقبه محمد اشرف رؤى لاعب وسط الفريق عشان احتك باحد المشجعين يعني لفظيا، ودخل في اشتباك لفظي مع احد الجماهير، وبالتالي نادي الزمالك عاقبه على الفور. طيب هقف لحظه على او عند اوسوريو. اوسوريو النهارده بعد المباراه، طيب قبل اوسوريو تاني، عشان النهارده كان في كثير من الحالات التحكيميه المثيره للجدل في هذه المواجهه، مواجهه الزمالك وبروكسي. الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي يقول لنا رايه في الاداء التحكيمي في هذه المواجهه. كابتن جهاد مساء الفل، مشرف ومنور. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهديك، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام والله الحمد لله. رايك ايه النهارده في طاقم تحكيم مباراه الزمالك وبروكسي؟ والله النهارده يعني هنتكلم، لو نتكلم في الحالات ونتكلم في الاخر يا كريم، في الاخر نبص على الحالات على طول. انت هتجيب لي الحالات وبعد كده تقول رايك بناء على هذه الحالات. في الاخر بناء على الحالات والناس تتفرج معانا برضو يلا يا جماعه نعرض الحالات للكابتن جهاد. يلا على طول عشان الكابتن جهاد شكله كده من اول المداخله في كلام كتير. اتفضل. النهارده الماتش في كلام كتير النهارده تحكيميا، فهنشوف مع بعض يعني. دي في الاول تسلل في الدقيقه 38، تسلل مظبوط، اللاعب الزمالك راجع من تسلل وبالتالي قرار صحيح من حكم المساعد والتسلل موجود والرايه مظبوطه. تمام ناخد اللي بعده. ده تاكلين كامل شويه. في الدقيقه 40 بنتكلم ان دي تهور من لاعب الزمالك، الدخول بتهور بالمنظر دوت، وقرار صحيح من حكم المباراه، انذار صحيح لدونجا لاعب الزمالك بالدخول بتهور بالمنظر دوت، وقرار صحيح من الحكم والانذار مظبوط. تمام ناخد اللي بعده. نوصل بقى لضربات الجزاء ولا لسه؟ لا الشوط الاولاني مفيش مشكله، احنا الشوط الاولاني لسه في لعبه في الشوط الاولاني كمان، مفيش فيها حاجه، مفيش فيها مشكله، احنا الشوط الاولاني الاداء التحكيم مفيش مشكله فيه خالص. دي كان لاعبي الزمالك بيطالبوا بلمسه يد، الكوره كانت بره المنطقه، الايد داخل الجسم مش مكبره الجسم، وبالتالي مفيش اي مشكله. اللعبه اللي قدامنا ديت تسلل صحيح، وقرار الحكم المساعد الثاني قرار صحيح، وبرضه لغايه دلوقتي ما عندناش مشكله في التحكيم. تمام احنا بنعيد اللقطه كده يا جماعه تاني. دي لمسه يد كانت موجوده، الايد داخل الجسم مش مكبره الجسم، الايد بره منطقه الجزاء كمان، هي مفيش فيها لمسه يد تماما، وبالتالي استمرار اللعبه كان قرار صحيح من حكم المباراه، اللي حط الصفاره في بقه ورجع، هو رجع للقرار الصح، مفيش فيها لمسه يد لان الايد مش مكبره الجسم، داخل الجسم، واللعبه كانت اصلا بره منطقه الجزاء، فمفيش فيها اي جدال يعني. فهنمشي معاه في القرار، وقرار صحيح باستمرار اللعب. تمام اللقطه دي زي ما قلنا دي تسلل صحيح، والمساعد الثاني عمل اشار ليه وقرار صحيح. تمام برضه نفس الكلام في الدقيقه 54، الحكم موجود في مكان ممتاز، اولا ما فيش تسلل، دي اللعبه بتاعت ركله الجزاء، ما فيش تسلل، اللعبه سليمه من البدايه بتاعتها، واستمرت اللعبه، وركله الجزاء عباره عن اهمال من لاعب مدافع الزمالك اللي وصل للكوره هو المهاجم، ولاعب الزمالك اهمل فركل رجل المدافع باهمال اللي مش شايفه، هو جاب من وراه خد الكوره، وبالتالي هو اهمل وده اهمال ويحاسب عليه، وبالتالي ركله الجزاء صحيحه بدون انذار وقرار صحيح من حكم المباراه. عظيم جدا. وما كانش فيها جدل كتير، حتى اللعيبه ما اعترضتش كتير بصراحه. لا لا اللعبه هو لا، بس على فكره اللعبه دي برضه يا كريم عشان برضه ندي للحكم حقه في ملعب صعبه جدا. صح. شوف دي اول بقى اول ركلات الجزاء اللي في المباراه. شيكابالا مع الكوره، اللي معاه الكوره دلوقتي شيكابالا. لاعب اللي انت كمدافع حاجه من الاثنين، هتلعب الكوره يعتمد عن طريقي. يا تلعب توصل للكوره تلعبها، المعيار بالنسبه لنا لعب الكوره، يعتمد عن طريق اللي خد الكوره وماشي بالكوره شيكابالا. اللي عمله مدافع بروكسي ان هو راح في سكه شيكابالا اعاقه، وبالتالي كانت ركله جزاء صحيحه للزمالك لما يتم احتسابها.
عشان بس الناس تفهم معانا، الكوره هي المعيار، العب الكوره ما عندكش مشكله كمدافع، لكن انت اهملت وما رحتش للكوره، رحت لجسم اللاعب، وبالتالي ركله جزاء صحيحه بالزمالك لما يتم احتسابها. تمام. دي في الدقيقه 65، دي اول ركله جزاء في المباراه لما يتم احتسابها. طبعا مش عندنا فار اللي ممكن يحل القصه دي، الفار كان عندناش فار في الدور 32. تمام. طبعا الاعتراض بالمنظر ده طبعا غير مقبول، حتى لو هم عندهم حق، فالانذار كان مستحق للاعب الزمالك، الاثنين لاعب الزمالك. اللعبه دي برده لعبه سهله، بس هو يا وليد كان بعيد عن اللقطه، فما شافش اللقطه، مش هشوف، ما شافش اللي احنا شفنا بنشوفه دلوقتي. المسك الواضح والشد من التيشيرت بالمنظر ده ركله جزاء سهله وواضحه وصريحه لبروكسي لما يتم احتسابها، ودي ركله جزاء وانذار شد التيشيرت من شد من التيشيرت بالمنظر ده. كان لازم حسام عبد المجيد ياخد انذار، هو وليد من مكانه ما يشوفش اللي احنا التوصيل احنا شفناه ديت، وبالتالي ركله جزاء لما يتم احتسابها دي ركله جزاء الثانيه في المباراه التي لما يتم احتسابها. كده واحده للزمالك وواحده لبروكسي. تمام. يلا. نكمل الحالات. اللعبه دي كان لازم انذار فيها، الركله الحره المباشره دي ليه انذار؟ اولا مسك، وفي هجمه واعده لبروكسي، العدد اللي رايح لبروكسي عدد المدافعين بتاع الزمالك اقل، كانت هجمه واعده، لو عدى لو ما فيش خطا هتلاقي فيه مساحه كبيره وفي هجمه واعده، وبالتالي الانذار كان هنا وجوبي للاعب الزمالك، هو ما اداش الانذار، هو ادى الركله الحره المباشره وما اداش الانذار فيها، كان لازم الانذار هنا وجوبي للاعب الزمالك. تمام، ناخد اللي بعد كده. اللعبة دي طبعا بالدخول بالتهور المنظر بالمنظر ده، طبعا هو ما اداش للاسف اللعبة دي ما اداش فيها انذار، الدخول ده تهور واضح واقصى درجات التهور، كارت اصفر على لاعب بروكسي، هو ادى الركلة الحرة بدون انذار، كان لازم اللعبة دي فيها انذار للاعب بروكسي، انذار الكارت الاحمر، انذار ولا طرد يا كابتن؟ لا طرد الكارت الاحمر. بص يا كريم، ما دامت الرجل اللاعب المدافع وصلت الارض خدت من قوتها، الرجل دي لو راحت مباشرة للرجل الزمالك من غير ما توصل للارض، هي خدت الرجل والارض في نفس الوقت، وبالتالي لما بتوصل للارض سرعتها وقوتها بتقل. يا سلام منك، مستفيد يا كابتن جهاد والله. يعني بقول لحضرتك الوصول للارض ده بيقلل سرعه وقوه اللعبه، وبالتالي ننزل من الكارت الاحمر للكارت الاصفر، لكن لو بنفس المنظر بنفس فرده الركبه بتاع الرجل وبالدخول ده مباشره للرجل مباشره نتكلم في كارت احمر، لكن وصول الرجل للارض مع الرجل في نفس الوقت بتقلل سرعه قوه، وبالتالي بنوصل بنتكلم انها كارت اصفر، وكارت اصفر مستحق طبعا، الحكم ما اشهرش في الملعب. عظيم جدا. ناخد اللي بعد كده. المنظر ده كريم، الاحتكاك بتاع اللعيبه ده والايد في الوش بالنسبه للاثنين ما ينفعش يعدي الكلام، يعني جبت الاثنين لعيبه واتكلم معاهم، الاثنين لعيبه دوت واحد ده حطته في وش الثاني وزق، المنظر ده الوصول بالواكي بالايد، المنظر ده ما ينفعش يعدي بدون انذار هنا وانذار هنا. صح. هو جابهم اتكلم معاهم، ما ينفعش في المنظر ده، وليه طبعا حكم كبير، لازم اجيب اللعيبه الاثنين دولت وده ياخد انذار وده ياخد انذار، لان المنظر اللي وصلنا ليه مع بعض ما ينفعش يعدي بكلام، لازم ده انذار وده انذار. عظيم جدا. دي حاله اخرى. دي هو قدرها، لانه كان بص يا كريم دايما لما تلاقي الحكم في مكان كويس هتلاقيه واخد القرار الصح. إيه لاعب بروكسي دهس على القدم، الرجل فوق الرجل فوق ان فوت، دي في القانون ركله حره مباشره وانذار، وعشان هو موجود في مكان مميز ممتاز خد القرار الصح. عظيم. وبالتالي كان قراره مظبوط بانذار ركله حره مباشره للزمالك وانذار للاعب بروكسي. عظيم. ناخد اللي بعد كده. دي اخر اللعبه دي في الدقيقه 110، لاعب الزمالك حسام عبد المجيد حرك الرجل الشمال راحت في اتجاه اللاعب المهاجم، وبالتالي حصل كونتاكت وحصل اعاقه، الرجل في الرجل مش اللي تحت، من القصبه في القصبه، هو ده اللي عملت الاعاقه، هي دي اللي عملت الاعاقه، ودي ركله جزاء واضحه وصريحه لبروكسي، دي ركله جزاء الثالثه في المباراه لما يتم احتساب حركه الرجل دي، لو حسام عبد المجيد رجله في الارض ما اتحركتش راحت للمهاجم لا يعاقب، لكن هو الرجل الشمال لما اتحركت بالمنظر ده هو عمل الريسك، وبالتالي لما حصل احتكاك الرجل في الرجل القصبه في القصبه، ده اوتوماتيك ركله جزاء صحيحه لما يتم احتسابها لبروكسي. طيب. دي ركله جزاء الثالثه. طيب. في المباراه. طيب بناء على كلام حضرتك انه بروكسي في هذه المباراه له ضربتين جزاء والزمالك له ضربه جزاء بجانب شويه كروت صفراء كده ما اترفعتش، تقييمك لطاقم التحكيم النهارده يا فندم؟ لا النهارده احنا بنتكلم على دور 32، النهارده من اقل المباريات تحكيميا في دور 32 لكاس مصر.
النهارده الدي اوف بتاع طاقم التحكيم او لوليد عبد الرازق حكم المباراه. ده وارد جدا في التحكيم على فكره، بيحصل مع حكام حتى حكام في مستوى العالم. النهارده كان غير موفق تماما النهارده في المباراه. الفار شايل كتير يا كابتن جهاد، شايل عنا كتير واحنا مش واخدين بالنا، شايل كتير. لازم وجودك بقى امر واقع بالنسبه لنا يا كريم، ما ينفعش مش موجود. بس على فكره برضه اقول حاجه برضه ايجابيه. اتفضل. الحكام الصغيرين اللي هم ما معهمش رخصه الفار واللي بيلعبوا في القسم الثاني والقسم الثالث، لما جم لعبوا في دور 32 من غير فار تميزوا، لان هم ما لعبوش فار قبل كده. وبالتالي لما جم لعبوا لعبهم اللي هو بيلعبوه في القسم الثاني والقسم الثالث، فاحنا كسبنا 7 8 9 حكام مميزين في دور 32. ان شاء الله هيبقى لهم دور كبير. يعني حضرتك برضو بتقول لي من ناحيه ثانيه ان حكامنا اللي بيحكموا تحديدا في الدوري الممتاز وبطولات الدرجه الاولى حصل لهم ممكن نقول تراجع بسبب وجود الفار، ان هم بقوا يعتمدوا على الفار اكتر من اكيد. ما انت دلوقتي بتشتغل بالفار، لما جيت بقى تشتغل من غير الفار بقى عندك مشكله. لكن بعكس الحكم الصغير اللي لسه عايز يعمل اسم ولسه عايز يبان، جاء من القسم الثاني ولعب في الماتشات اللي هي دور 32 وظهر بمظهر. انا بقول لك لجنه الحكام كسبت 9 أو 8 حكام جداد خامات كويسه جدا، ان شاء الله في اقرب فرصه ياخدوا رخصه الفي ار في الملعب عشان يلعبوا في الدوري الممتاز. سؤال يا كابتن جهاد لو تسمح، يعني اتفضل، هو الفار في دور ال 32 عيب وحرام ولا ينفع يبقى في فار في دور ال 32 عادي؟ لا ينفع طبعا، والمفروض يبقى موجود. اصلا انا ما بقتش افهم فكره اي مباراه كوره تتلعب دلوقتي بدون فار. يعني بالنسبه لي الفار دلوقتي بقى زي الحكم المساعد وزي الحكم الرابع. يعني ما ينفعش اللي هو ايه، نقول ايه، نخلي فار او ما فيش فار، ما بقاش الموضوع ما بقاش شكلي، يعني ما بقاش مقبول. ما بقاش مقبول ان انت تيجي في ماتشات دلوقتي واحنا في مصر بنطبق الفار، تقول ماتشات بفار وماتشات من غير فار. احنا دلوقتي الفار بقى ضروره ملحه في كل المباريات عشان كل حد ياخد حقه. كل فرقه تاخد حقها. يمكن اتنظر لها ان فريق من الدوري الممتاز مع فريق من القسم الثاني عموما في دور 32، فالماتشات سهله، ما عادش ماتشات سهله لان المستويات الى حد ما زي ما انت شايف متقاربه، مفيش فرق. وبالتالي عايزين طول الوقت الفار موجود عشان العداله تتطبق بمنتهى الحياديه بين كل الفرق. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. انا ما بفهمهاش. انا يجي يقول لك بلاش فار دلوقتي، ليه بلاش فار في اي مباراه في دول 32 بقى في دول 34؟ ما احنا عندنا الفار بغض النظر بقى تكاليف ولا الناس ما بقتش تقبل. هقول لك حاجه واسرح بخيالك معايا. كان النهارده بروكسي كسب الزمالك يعني 2-1 والمباراه فاضل فيها 12 دقيقه وكان خلصت المباراه، وازاي الزمالك يخسر من فريق درجه تانية وازاي وازاي وازاي؟ فالناس بطبيعه الحال هتنسى انه مثلا بروكسي كان له ضربتين، بلاش خليهم ضربه واحده عشان الثانيه كانت في الوقت الاضافي. هينسوا ضربة الجزاء اللي لبروكسي وهيتكلموا طبعا عن ضربة الجزاء لشيكابالا. في كل الأحوال ده ليه حق وده ليه حق، بس كانت الحكاية هتلاقوها سخنت قوي. هو اللي هدى الأمور وعداها إنه الزمالك كسب النهارده، بس خسر الزمالك يا خبر، وليه الفار مش موجود وإزاي وحرام وما ينفعش وإشمعنى وليه هنا هنخش في قصص. العدل يا جماعة للكل. الفار خلاص ما بقاش في العالم دلوقتي حاجه شكليه، ما بقاش حاجه شكليه زي ما انت حضرتك شفت النهارده. الحكم ما بقاش عارف يدير مباراه من غير فار، ما بقاش عارف. يعني هو كان قبل الفار كان ممكن يكون بيحكم احسن من كده، بس هو عشان بقى معتمد دايما على وسيله مساعده اللي هي الفار، فممكن ابقى بعيد شويه لما يبقى في مثلا كوره في منطقه الجزاء، لو بعدت شويه وتاخرت شويه كده كده لو حسبت غلط الفار هيرجعني فاحسبها صح. طيب لو فيها شك ما بلاش احسبها لحد في تمرين حسبه. فخلاص الفار ما بقاش حاجه شكليه، بقى بقينا مضطرين له حتى لو في تكلفه، حتى لو في قصص، حتى لو في حكايات، رجاء يعني. النهارده في الدوري بقى بيراميدز فاز على الاسماعيلي 3-1 عشان يرجع بيراميدز تاني لسكه الانتصارات. الاسماعيلي ما كانش خسر اي مباراه من منذ شهر يناير، كان دايما بيتعادل يا بيكسب، كانت النتائج تحسنت بشكل كبير. ولكن بيراميدز النهارده وليد الكارت سجل هدف اول في الدقيقه 14 واسلام عيسى سجل هدف ثاني في الدقيقه 40، ثم ضيق الفارق فريق الاسماعيلي في الدقيقه 67 بهدف لمحمود الشبراوي، وبعد كده فخر الدين بن يوسف انهى الامور تماما في الدقيقه 77. ايه ده يا جماعه، ايه ده
لا لا استنى. طيب طيب معلش انا اسف يا جماعه، لو سمحتوا نعيد الكره دي تاني معلش. يعني دلوقتي الحكم المساعد رفع، لعيبه بيراميدز وقفت. الحكم المساعد رفع، لعيبه بيراميدز وقفت. حكم الساحه قال لا كمل، والاسماعيلي سجل هدف ولعيبه بيراميدز. اعتقد الهدف ده مش قانوني اعتقد، يعني اهو دي برضو واحده من الازمات. لو ما كانتش بيراميدز كسب النهارده كانت بقت ازمه كبيره جدا. بص في نقطه مهمه، هو ادام الحكم ما صفرش لازم الكره تكمل، بس ما هو المساعد ده ما يرفعش الا لما يبقى واثق، ما يرفعش الا لما يبقى واثق. لا ده خطا كبير يعني، يعني واحده من الاخطاء المتكرره او الغريبه يعني. بص هي اللقطه تانية، بص 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 ركز على لعيبه بيراميدز. اول ما الحكم اللي هناك رفع وقفوا بقى خلاص ويتمشوا خلاص، الحكم رفع تمام. الراجل بتاع الاسماعيلي شبراوي شاط قال لك لا انا هكمل، حتى الشناوي ما عملش تراي عشان عارف ان خلاص الكره اتلغت، حكم الرايه رفع. بالمناسبه انه كان لازم الحكم يصفر، بس ما هو برضه خد عيني. امال ليه اصلا في القانون الجديد يقول لك ان الحكم اللي هو المساعد لو شايك مثلا في تسلل ولا شايك في كره غلط ولا 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 ما يرفعش الرايه الا لما يتاكد 100% او تخلص الكوره، عشان لو خلصت بهدف. والله حاجات غريبه، والله حاجات غريبة. ما هو كابتن جهاد سألناه قال لك انه ادام الحكم ما صفرش خلاص تبقى تتحسب يعني، ما فيهاش غلط. بص الحكم الساعة هو بيشاور باستمرار اللعب. انا استعجلت ممكن قلت انه مش قانوني، بس هو فعلا ادام الحكم ما صفرش يكمل الهدف عادي، بس برضه مؤذية يعني. حكم مساعد رفع وانا رحت عيني عليه فقلت خلاص هتخلص الهجمة على كده، فأي واحد يشوط يجي جول. غلط، كل حاجة غلط يعني. ماشي، بس هو بحسب الكابتن جهاد جريشه الهدف قانوني يعني ما فيهوش مشكله. طيب النهارده النادي الاهلي اعلن قائمته لمواجهه الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا. هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وايضا في خط الدفاع علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني ومحمد اشرف ومحمود متولي واحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح. حلو ان ياسر ابراهيم ومحمود متولي موجودين يعني. خط الوسط فيه حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد فخري ومحمد الضوي كريستو العائد ايضا، ومحمد مجدي قفشه واليو ديانج واحمد عبد القادر ومروان عطيه وطاهر محمد طاهر واحمد القندوسي وحسين الشحات، وفي الهجوم الثلاثي المعتاد بيرستاو ومحمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا. هذه هي قائمه النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. طيب معنا عبر الهاتف الان واحد من الاسماء الكبيره في تاريخ نادي الترجي التونسي، الكابتن الكبير كابتن سامي العروسي لاعب الترجي السابق. كابتن سامي مشرفني ومنورني، صباح الخير على التلفزيون المصري. اهلا بيك، اهلا كابتن محمود، اهلا بالتلفزيون المصري ومساعدين التلفزيون المصري. احنا سعداء جدا بتواجدك معانا، وعايز اسالك عن توقعاتك ورايك عن هذه المواجهه الكبيره المنتظره بين النادي الاهلي والترجي التونسي في رادس يوم الجمعه القادمه ان شاء الله. تقريبا كانت كبيره يعني بالجماهير، كانت مقابله، كنا ننتظر مقابله كبيره بين فريقين كبيرين الترجي والاهلي، لكن المثل يقول تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. كاو يعني اخطاء من الجماهير ادت يعني انه الترجي يفقد الجماهير نتاعو المسانده في رادس، وايضا بعض النتائج السلبيه في البطوله خلت الترجي في وضعيه حرجه شوي مع المدرب مع اللاعبين يعني نفسانيا، وقولوا احنا يعني هناك ضغط نفسي كبير على المقابله هذه، واحنا كحبات الرجاء كلاعبين اما نتمنى تكون معناتها صحب عابره ما تكونش مؤثره برشا على المقابله دور نصف النهائي. بس انا حاسس من نبره صوتك انك مش متفائل يعني. لازم تقول اهلي في احسن حالاتهم خارج من السوبر المصري، خارج يعني من مقابله كبيره ضد الرجاء، يعني قاعد يتحسن، قاعد يقولوا احنا يلقى في الركائز نتاعو، يلقى في الملاعبيه، قاعدين الفورمه نتاعهم، كهرباء معلول شناوي اظن حمدي، يعني الاهلي المصري
في 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 البوديوم يعني يقولوا احنا في الادوار المتقدمه هذه يلقى نفسه يعني يرجع الاهلي هو الفريق الكبير. الترجي اصابات الهوني بن عياد، ترجي خارج من مقابله في الدربي احنا نقولوا مقابله الاجوار منهزم، ترجي بدون حضور جمهور، هذا الكل يخلي المقابله صعيبه على فريق الترجي، صعيبه برشا. ليه بقى الترجي جه مع نهايه الموسم ومع نهايه المنافسات سواء محليه او افريقيه وبدا يتراجع من وجهه نظرك؟ تراجع كثيرا الترجي عن بدايه الموسم. انت تعرف انه الكره جويل، الكره ما انت الكره بونتويت، ترجي زنجير يقول الأربعة ثلاثة ثلاثة يزم عنده ثلاثة مهاجمين هدافين. ترجي 2018 كان عنده البليلي، كان عنده البدري، كان عنده الخنيسي، الانتصار كان على الأهلي وقتها ثلاثة في المنزل. يعني الترجي توا الهوني مضروب، البدري موش في حالاته، بن عياد الجناح مصاب. يعني الترجي هجوميا قد شوية من القوة نتاعه، هذا هو اللي خلى الترجي يعني يمر بفترات صعيبة. الترجي ما عندوش هجوم توا، هذه صعوبات يعني باش تنجم تعمل كرة مزيانة وتعمل استحواذ لازمك تسجل، لازم تلعب وما تسجلش هذيك حاجة معناتها حاجة ولو احنا ماهيش ناجحة أصلا، ماهيش ناجحة انك ما تسجلش. يعني الترجي يفقد الهجوم نتاعه، الترجي يفقد الركائز نتاعه في الهجوم، هذا هو اللي خلينا قول المقابلة باش تكون صعيبة، صعيبة على فريق الترجي، لأنه نبيل معلول مجبر بعد يغير التشكيلة من قاعد يغير من 4 3 3 إلى 3 5 2، يحب يطلع نقولوا احنا السونتري يعني الظهير الأيمن والظهير الأيسر باش ينحي النقص في النقطة الهجومية اللي الأجنحة نتاعو المصابين الزوز هوني وبن عياد. صحيح صحيح. كابتن سامي العروسي نجم نادي الترجي الترجي التونسي السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب كولر ابلغ مسؤولي النادي الاهلي انه غير موافق نهائيا على فكره بيع حمدي فتحي وبيرستاو بعد ما وصلت له انباء عن وجود اهتمام خارجي بالتعاقد معهما في الانتقالات الصيفيه. كولر شايف ان الثنائي ضمن الركائز الاساسيه في الفريق ولا يمكن الاستغناء عنهم، خلصها بدري بدري. النهارده فرجاني ساسي تحدث، فرجاني ساسي طبعا نجم نادي الزمالك السابق، تحدث عن مواجهه الاهلي والترجي التونسي، وطبعا نجم نادي الترجي التونسي السابق قال: لما بتكلم مع اصدقائي المقربين بقول لهم ان الاهلي من السهل جدا انه يصل الى النهائي بل ويحصد لقب دوري ابطال افريقيا لو نجح في العبور من دور المجموعات، عشان لما النادي الاهلي على حسب وصفه يعني لما بيصعد من دور المجموعات بيصبح فريقا اخر تماما. قال ان الاهلي تاهل مره اخرى بصعوبه من مجموعات دوري ابطال افريقيا بسبب ركله الجزاء اللي اضاعها نادي الهلال، والترجي تعرض لعدد من الهزائم المتتاليه، فهو حسب وصفه يمر بظروف صعبه للغايه الان، لكن يبقى الترجي بحسب برضه وصفه قادر على الوصول الى نهائي البطوله الافريقيه. وقال ان الاهلي والترجي قادرين انهم يتاهلوا للنهائي لانهم يحترمون بعضهم لبعض. كلام محترم، كلام محترم. طيب عرفنا هنا في رقم 10 من الكواليس يعني ان في ازمه بين الحكام واتحاد الكره بسبب المستحقات المتاخره، حتى الان لم تصرف اي مستحقات للحكام منذ الاسبوع الرابع من الدوري المصري، الاسبوع الرابع من الدوري المصري. فيتور بيريرا رئيس لجنه الحكام تدخل بناء على طلب الحكام بعد تجاهل المجلس مجلس اتحاد الكره لمطالبهم اكثر من مره ولتخطت 40 مليون جنيه. بالذمه بقى، ازاي انا هلوم على حكم ولا حاسب حكم ولا انتقد حكم؟ انا بتكلم على مجموعه الحكام وهم اليوم 40 مليون جنيه ان هم ما خدوش فلوسهم من الاسبوع الرابع. ده كلام، ده كلام. ما في حاجات يا جماعه ما بقدرش اعديها كده واقول خليك هادي ولطيف ولذيذ، ما ينفعش يا جماعه، حرام يعني. واحنا كلنا بنشتغل ليه وكلنا بنتعب ليه وكلنا بنجتهد ليه؟ عشان سمعه وشغل كويس وفي نفس الوقت مقابل مادي كويس. لما الحكم ما ياخدش فلوس اللي هي اصلا مش فلوس كبيره يعني، ما ياخدش فلوس من الاسبوع الرابع مستني منه ايه؟ طيب اتحاد الكره كمان، اداره اتحاد الكره
قررت تجتمع غدا الاربعاء لمناقشه بعض الملفات على راسها اعتذار نادي الزمالك عن مباراه السوبر. النيه لدى مجلس اداره اتحاد الكره تغريم الزمالك 500,000 جنيه مع حرمانه من لعب السوبر القادم. دي اخبارنا النهارده ودي الحكايات النهارده. احنا بعد الفاصل هيكون معانا النجم الكابتن احمد مجدي لاعب نادي الزمالك السابق، نتكلم معه عن مباراه الزمالك وبروكسي اليوم. خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ومنورني في هذه الفقره النجم كابتن احمد مجدي نجم نادي الزمالك السابق، واحد من الناس المحترمه جدا، اللاعبين المحترمين سواء في ارض الملعب او خارج ارض الملعب. كابتن احمد مشرف ومنور الدنيا. ربنا يخليك يا كريم وشكرا على المقدمه الجميله دي، ومبسوط اني معاك النهارده. اخبارك ايه؟ كله كويس الحمد لله بخير. كله نبدا بالزمالك وبروكسي ولا سيتي ولا اللي انت عايزه؟ خلينا في الزمالك. صح كده. طيب ليه النهارده الزمالك ظهر بالصوره دي قدام بروكسي؟ غريب جدا. يعني النهارده بروكسي صحيح عمل مباراه كبيره ومحترمه جدا، بس الزمالك تكتيكيا النهارده كان في تمرين حاجه غريبه في الملعب، اكيد شفتها بشكل فني يعني. بالظبط، هي بدايه هنبدا بالزمالك طبعا، لان هو دايما في الماتش هو المرشح الكبير طبعًا. في الماتش الراجل بدا بطريقه مش كويسه، لكن كافراد هو بدا بالناس اللي هو عايز يجربهم وعايز يشوفهم في الملعب، لكن تكتيكيا وحسب الطريقه واماكن اللعيبه متغيره جدا. يعني النهارده بنشوف حمزه المسلوسي بيلعب قدام سيد نيمار، مع ان المفروض العكس اللي يحصل، بيبدا بروقا ودونجا جنب بعض، مع ان الطريقه اللي هو بيلعب بيها مش محتاجه اكتر من ديفندر واحد. حتى كان كابتن فاروق جعفر بيتكلم قال الموضوع ده، والافراد كمان ما ساعدهوش. النهارده تلاقي سامسون لا بعيد خالص خالص خالص، تلاقي سيد نيمار النهارده بعيد عن مستواه، بتلاقي حمزه بيلعب في مكان مش مكانه. فالطريقه ما ساعدتش اللعيبه اللي موجوده في الملعب ان هي تقدر تادي كمستوى نادي الزمالك. طبعا مع الخطا بتاع حاتم سكر لاعب الزمالك، طبعا يعني لعيب كويس عمل خطا، بس الدنيا مش اوحش حاجه. لا لعيب كويس وكمل بعدها وشخصيه كويسه وجاب جون التعادل. فلا يعني الزمالك هو اللي ضيع الماتش من نفسه. الحاجات الغريبه انه اسيريو بعد المباراه، مش عارف رايك ايه، يعني لما سالوه على حمزه المسلوسي ومركز حمزه المسلوسي قال لك انه انا عملت زي ما ليفربول بيعملوا مع ارنولد، وعملت زي ما مانشستر سيتي بيعملوا مع ووكر. تمام، يعني هو الراجل كمدرب ما عنديش مشكله في اللي هو بيفكر فيه، صح، لكن هل الشخص ده هيقدر يعمل لي زي ارنولد؟ هل الشخص ده هو ارنولد بالظبط؟ هل الشخص ده هو ووكر؟ قريب منه لكن ما فيهوش كل المواصفات اللي موجوده في اللعبه دي. صح. المكان ده عايز لعيب بيعرف يلف، بيعرف يستلم تحت ضغط. حمزه كل لعبه على طول بوشه، على فكره عشان بس ما الناس ما تفتكرش احنا هنتحدث على حمزه المسلوسي، ما فيش لاعب في مصر لا محترف ولا مصري هو قريب من ارنولد ولا ووكر او يقدر يلعب في بالطريقه دي. احنا طبعًا ما عندناش الطريقه دي. بتحط اللعيب على الطريقه اللي تناسبه. بالظبط بالظبط. حتى الافراد النهارده كله متلخبط في الملعب، كله بتلاقي فتره حمزه جنب سامسون جنب سيف فاروق جعفر، الثلاثه مدين ظهرهم للملعب فمش هيعرفوا يلعبوا. مين عندك بلاي ميكر يقدر يلعب؟ ما فيش. فهي دي اللي اخرت الزمالك شويه مع الاخطاء اللي حصلت، فهي اللي اخرت الزمالك ان هو يرجع في يتاخر في النتيجه لحد ما طبعا وصل لاشواط اضافيه. لما تبقى مدرب جديد تعمل ثوره زي اللي بيحاول يعملها اسوريو في التشكيله وفي الطريقه، ولا تمشي شويه على اللي قبلك وتحاول تغير سنه سنه؟ لا انا ما عنديش مشكله في الثوره، يعمل ثوره، لان فعلا نادي الزمالك محتاج ثوره في موضوع اللعيبه، لكن الطريقه انا بختلف معاه كتير. ثوره على مستوى التشكيل ولكن مش على مستوى الطريقه. بالظبط، انا ما عنديش مشكله في التشكيل، عندي العب وجرب وشوف الناس كلها، لان دي فتره تقييم بالنسبه لنادي الزمالك، وخصوصا ده ماتش كاس وبتلعب فرقه في الدرجه الثانيه، طبعا لازم نديهم حقهم، فرقه كبيره وعملوا ماتش كبير وهم منظومه كبيره وجايين في الفتره الجايه وهيبقوا في الدوري الممتاز. بس بالطريقه لا، بعيده جدا جدا على ان هي تتنفذ مع اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك. مش مفيش خالص. لا 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 بعيدة. انا في حاجه النهارده فكرت فيها، انه ممكن الطريقه تلخبطك، ممكن اللعيبه ما تبقاش في افضل احوالها، بس انت برضو مش بتلاعب منافس مع كامل اللي عمله النهارده بروكسي خيالي يعني. تمام. حاجه عظيمه، انت مش بتلاعب منافس يخليك برضو بعيد كل البعد ده. دي ناقصه عندنا شويه كريم، ما عندناش اللعيبه اللي تقدر مع خطا من المدرب تقدر تستوعب الموضوع في الملعب وتقدر تعدل الدنيا، تلم الدنيا وتعدل، وخصوصا ان انت كمان اللعيبه اللي متغيره في الملعب كتير، ف
فلو واحد غير التاني مش هيعرف التالت مش هيعرف. ثم نادي الزمالك عمل تغييرات الشوط الثاني، الدنيا بقت احسن شويه وقدرنا نرجع بالنتيجه، والموضوع وصل لاشواط اضافيه، بس في الاول وفي الاخر نادي الزمالك خرج من الماتش، ودايما ماتشات الكاس انت عارف بيبقى فيها مفاجآت كتير. يعني حسيت، ما حسيت ده مش عارف انت حسيته ولا لا، حسيت انه الزمالك قبل المباراه سواء لاعبين او جهاز فني ما ادوش لبروكس الاحترام الكافي، حسيت ده في الملعب النهارده؟ ده شيء طبيعي، بس في الاول وفي الاخر بترجع لعقليه اللعيب اللي موجود. ماتش الكاس غير ماتش الدوري، ماتش درجه تانية غير ماتش دوري مش عارف ممتاز غير دوري افريقيا، لا اللعيب هو انت اللي بتدخل نفسك صح. الزون بتاع التركيز صح. لا ماتش ده ما يفرقش معاك اي مباراه، ما يفرقش، ما عنديش مشكله تهزر، ما عنديش مشكله، بس هل الهزار ده هيوديك في نفس التركيز اللي انت هتقدر تأدي بيه؟ لا، هي دي المشكله اللي بتحصل مع اللعيبه في مصر. خلي بالك دي موجوده في كل الانديه في مصر، يعني تلاقي اللعيبه، يعني لو انت اتفرجت على بروكسي في الدرجه الثانيه لا مش هتلاقيهم كده خالص، لكن النهارده الدوافع بيلعبوا في استاد القاهره قدام نادي الزمالك، ماتش مذاع، اللعيبه عايزه تثبت نفسها، هي دي اللي بتفرق في المستوى. النهارده انا برضو بتفرج على المباراه، في جمله دايما بترن في وداني وبسمعها، انه الكواليتي يا جماعه في مصر، اللعيبه في مصر بقت قريبه قوي، يعني بقاش زي زمان. زمان كان في فروقات واضحه، النادي الاهلي والزمالك تحديدا كان بيفرقوا على الباقي، دلوقتي كله شبه بعضه، حتى لو وصلنا لدرجه طبعا في فرق اكيد، بس مش الكبير، مش الواسع يعني. من فتره كبيره في اللي هو الجيل 2006 و2008 و2010 فعلا كانت اللعيبه موهوبه، كانت بتقدر تعمل المدرب عايزه صح. بجانب ان اللعيبه في الملعب كانت بتقدر تتاقلم في اوضاع كتير من غير ما المدرب حتى يقول عليها. صحيح. كابتن حسن شحاته في افريقيا اكيد ما كانش بيقول للعيبه تعمل كل ده اكيد، بس اللعيبه من نفسها كانت بتقدر تنفذ، وكانت بتقدر تلعب، وكانت بتقدر تجاري، وانتخابات زي الكاميرون والسنغال وكوت ديفوار كل الناس دي كانوا بيبقوا محترفين، وانت ما فيش عندك غير محمد زيدان مثلا المحترف او احمد حسام ميدو، لكن كانوا بيقدروا ينافسوا ويجاروا كل اللعيبه دي. دلوقتي اللعيبه ممكن تكون الموهبه قلت شويه، بس تكتيكيا انت بعيد. يعني انت لو هتعوض الموهبه دي شويه بالتكتيك ممكن تقرب، لكن انت مش قادر بعيد. توصل للتكتيك ده صح، فهي دي المشكله، لا انت قريب من التكتيك والموهبه قلت بالظبط بالظبط، فبقيت كله زي بعضه صح. الدرجه الثانيه انت لو اتفرجت على مجموعه القاهره لا انت اكنك بتتفرج على الدوري الممتاز عادي جدا، ده في ست فرق سبع فرق يلعبوا في الدوري الممتاز عادي، وفي لعيبه ممكن احيانا تبقى احسن من اللعيبه اللي موجوده في دي حقيقه الممتاز. وفي شهر واحد في يجي خمس لعيبه او ست لعيبه راحوا فرق في الدوري الممتاز وبيلعبوا دلوقتي، في اتنين في المصري وفي في سيراميكا، لا في لعيبه كتير في الدرجه الثانيه تقدر تلعب في الدوري الممتاز عادي خالص عادي خالص. طيب سؤال لما قبل هذه المواجهه، لماذا ابتعد الزمالك او اختلف مستوى الزمالك من الموسم الماضي للموسم الحالي في وقت قصير جدا؟ يعني انا افهم انه حتى مرحله الهبوط او النزول في المستوى ممكن تحصل تدريجيا سنه بعد سنه بعد سنه، لكن انت كنت في البيك السنه اللي فاتت فجاه وقعت ليه؟ دايما كريم لما تبقى في منطقه في مستوى مثلا الاول او الثاني عشان تعدي او تثبت في المستوى ده لازم تجدد الدوافع. مفيش تجديد دوافع في نادي الزمالك، كان عندك السنه اللي فاتت وقف قيد، لعيبه مش موجوده كتير، لعيبه مشيت في الاخر، مصابه، بتلعب بالناشئين حسام عم مجيد، سيد نيمار، يوسف اسامه نبيه، سيف فاروق جعفر، الناس دي هي اللي جابت لك الدوري وهي اللي جابت لك الكاس، طب فين بقى تجديد دوافع؟ دعمت وعملت كل حاجه، بس هل دعمت في الاماكن اللي انت عايزها؟ هل دعمت باللعيبه اللي تقدر تحافظ على قيمه نادي الزمالك؟ انت مشيت طارق حامد، هل جبت نفس الناس قريبه منه؟ مشيت اشرف بن شرقي، جبت حد قريب منه؟ مش لازم قريب منه، على الاقل يقدر يتاقلم في نادي الزمالك ويديك حاجه قريب من المستوى ده. لكن الناس جت، يعني مصطفى شلبي طبعا كان خناقه الاهلي والزمالك، كان احسن لعيبه في الدوري، بس هل تأقلم مع نادي الزمالك؟ ما قدمش مثلا ربع مستواه اللي كان موجود بيه في انبي. نفس الكلام مع لعيبه كتير زي احمد بالحاج، جه من اسوان ما قدمش اي حاجه، مع ان اللعيب ده لعيب كويس جدا ويقدر. عمرو السيسي كان مكسر الدنيا مع طلائع الجيش بالظبط، هي دي الفكره، ان انت بجانب ان انت كمان ما جددتش الدوافع بالنسبه للعيبه اللي موجوده، اللعيبه الصغيره جددت عقودها، طورت من ادائهم، هي دي اللي بتفرق. عندك حق، عايز اخدك بقى لبروكسي عشان برضه نديله حقه. طبعا رايك ايه في اللي قدمه بروكسي في مباراه اليوم؟
بروكسي طبعا فرقه كويسه، بجانب ان هم منظومه كويسه، يعني هم عندهم مجلس اداره كويس، بيعملوا معسكرات، معاهم جهاز فني كويس، كابتن محمد حامد وكابتن رمزي صالح وكابتن احمد سمير، الناس دي برضو في الكوره اسمائها مش قليله. صح. بجانب ان هم دعموا شباب مع خبره، النهارده بتشوف احمد جمعه، بتشوف مروان النجار، بتشوف مصطفى الصفتي، اللعيبه دي كلها لعبت دوري ممتاز مع لعيبه صغيره زي اللي كانت موجوده، قدرت ان هي تلعب جيم كويس على نادي الزمالك، وتعبوا نادي الزمالك جدا. ما كانوش خايفين، اللي وقفت عندنا كتير قوي ان هم مش نازلين خايفين، انا هنزل هجمك عادي، ما بقاش في خوف خالص يا كريم. صح. خلاص دي دي لو اروح ارصص اللعيبه كلها في الدفاع، لا 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 واستنى الجول يخش فيا، لا لا. وخصوصا كمان انت زي ما انت قلت من شويه، الفواري ما بقتش كتير. صح. النهارده بتشوف مثلا اللعيب بتاع نادي بروكسي بيلعب واحد ضد واحد في نادي زمان بيعدي عادي، ما فيش مشكله. لكن قبل كده كان الموضوع بيجي مثلا الفرقه مثلا في الدرجه الثانيه بتقف تعمل زون، نادي الزمالك يقعد يهاجم هم يعني، لكن الموضوع ما بقاش كده خالص. بروكسي قدموا ماتش كبير ويستحقوا ان هم يبقوا موجودين في الدوري المحترفين السنه الجايه، وممكن بعد سنه ولا سنتين تلاقوهم في الدوري الممتاز. هسألك عنك انت، انت فين بقى دلوقتي؟ انا والله كنت موجود في نادي بايونيرز في الدرجه الثانيه، بس بشويه مشاكل حصلت فبقيتش موجود من شهر واحد، يعني انا لسه يعني فسخت عقدي معاهم من شهر واحد. بس طيب. وان شاء الله في اول السنه كده ان شاء الله يبقى. اول سنه ايه بقى؟ ان شاء الله يعني احاول اكمل. احاول اكمل. اه ايه اللي ما يخليكش تكمل؟ انا عارف ان انت بدنيا وحالتك والفنيه جاهزه، مفيش مشكله. بص والله يعني كريم، انت عطيت في اعتبارك ان انت مش هتكمل، فمش هتكمل ليه؟ مش هكمل، مش عايز اقول لك مثلا انا عملت وعملت وعملت، بس انا راضي يعني على الفتره اللي انا قضيتها في الكوره، فمش عايز يعني انزل مثلا بالمستوى قوي، فعايز لو ان شاء الله لقيت حاجه عرض كويس يليق بيا هكمل، ما لقيتش لا خلاص يعني الحمد لله كده، واتجه بقى الموضوع يعني حاجات تانية. ايه افضل فتره حسيتها في كره القدم لعبت فيها يعني؟ انا افضل فتره بالنسبه لي طبعا بدايتي في المحله. بعدها حصل لي دروب شويه في سموحه، مع ان السنه دي اللي خدنا تاني دوري وخدنا تاني كاس. بعد كده تاني احسن فتره ليا كانت في الانتاج الحربي مع كابتن شوقي غريب. دي انت بالنسبه لك دي كانت دي بالنسبه لي بعد المحله. لو عايز فريق هتبقى بتدور على فرق في القاهره ولا ممكن تروح تلعب مع المحافظه؟ لا ما عنديش مشكله في اي فريق، بس اهم حاجه الوضع يبقى كويس. الوضع يبقى كويس خلاص. كابتن احمد اتشرفت ونورت حبيبي يا كريم، وانا مبسوط ان كنت معاك ودايما كده مع بعض ان شاء الله. يا حبيبي انا متشكر جدا، بشكرك شكرا جزيلا. احنا لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهارده من رقم 10 بعد الفاصل. آسر حسين ومحمود شاكر اتكلم معاهم بقى شويه عن ريال مدريد ومانشستر سيتي، وبالتاكيد مباراه الغد بين انتر وميلان. خليكم معنا. فين الاغنيه اللي هي بتاعت الصحاب مش بالكلام؟ عادي تنطبق على ضيوف النهارده، اتنين حبايب جدا قوي، محمود شاكر وياسر حسين. احود مشرف ومنور. انت اللي منور الدنيا يا كيمو، ومبسوط ان انا معاك كالعاده، وطبعا بقالي كتير ما قعدتش مع كابتن مصر كابتن ياسر، فسعيد جدا. وحشنا يا ياسر. يا كيمو وحشني جدا، وانت دايما مجمع الحبايب، مبسوط اني معاكم. احود انا وشك منور، ربنا يخليك. شكلك متفائل جدا. غريبه عكس كل الناس. غريبه عكس كل الناس. طبعا هو ياسر بيحب انتر جدا 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 جدا، ومستني مواجهه ميلان بكره في سيمي فاينال تشامبيونز ليج، فهو مقتنع انه هيكسب، وده طبعا كلام في الخيال مش هيحصل. اتفضل يا ياسر، عامل ايه؟ كله تمام. تيجي نتكلم الاول عن النهارده، يلا بينا. ريال مدريد ومانشستر سيتي، شفت المواجهه ازاي؟ الحقيقه كريم مواجهه ممتعه جدا، كنا مستنيين يعني وجبه دسمه من الكوره كده، وكل الناس كده متشوقه طبعا انها تتفرج على الماتش، وبس كان كلنا في خلفيتنا او كنا بنفكر في مباراه السنه اللي فاتت. هي جت مغايره جدا لانه الناديين احترموا بعض جدا. في كوره، الماتش كان ممتع، كوره ما فيتش كتير خالص، حتى الوقت الاضافي اتحسب كان قليل جدا او بسيط جدا. صح. لكن الشوط الاول وثلاثه في الشوط الثاني ده يعتبر قليل قوي يا كريم اظن يعني. فالكوره كانت ماشيه طول الوقت. صح. طبعا شفنا لمحات حلوه جدا من الفرقتين، لكن الناس كانت عايزه مباراه مفتوحه اكتر وعايزه غزاره تهديفيه اكتر، وكان في بالها طبعا مباراه الموسم اللي فات، لكن دي جت مغايره بظروف الفريقين الحاليه، وكمان خوف قوي الفريقين على يعني التاكد انه طبعا مع احترام الانتر اللي انا بشجعه مع ميلان، ان هم عندهم قناعه ان اللي هيعدي من الثاني ياخد البطوله. يعني خلينا نكون صراحه يعني، او هم الاقرب. فالنهارده طبعا مباراه بعتقد بامتياز الاثنين مديرين فنيين لعبوها بشكل كويس جدا. ميزه جوارديولا مش بس كريم الاستمراريه او الكونسيستنسي، او انه بيقدر يحافظ على مستوى فريقه لسنين كتيره.
ميزته وعيوبه ان عشان بعد برضه لما يعتزل من الكوره ناس ما تستغربش، هتلاقي شهادات للعيبه كبيره جدا وقامات في الكوره بتقول الراجل ده ظلمنا ومشينا. بس دي في الكوره ليها مميزاتها وعيوبها، يعني بيمشي لعيبه كتيره وبياخد قرار صارم في اوقات كتيره، منها اخرها طبعا كانسيلو، ان انا في نص الموسم بمشي واحد من احسن الاظهره في العالم صح، وبقول ان انا فيلسوف وهلعب بنيثن اكل هو اصلا ظهير، هلعب بيه سول هو اصلا قلب دفاع، هلعب بيه ظهير وعمل شغل عالي وبيغيب عني النهارده وبضطر اودي اكانجي اللي انا كنت بلعبه يمين في ماتش بايرن بوديه ناحيه شمال قدام ريال مدريد وعمل ماتش كويس صح. بس في نفس الوقت ده بياكد لك ان سيتي رغم انه مدجج بنجوم في مراكز يعني في مباراه زي الريال ممكن يفتقدها او ممكن تكون نقطه ضعف. الناحيه الثانيه ريال مدريد طبعا عكس السيتي اللي عمل 10 فوز متتالي في الدوري رقم جديد لجوارديولا، وطبعا احنا عارفين في التيرن اوفر او في المنعطف الاخير من الدوري سيتي بيظهر بشكل تاني خالص. ريال على الناحيه الثانيه بياكل الاخضر واليابس، بياكل الاخضر واليابس زي ما كان هدى بيقول. فهو الريال على الناحيه الثانيه في تذبذب كبير جدا في مباراه الدوري، خساره قدام جيرونا وخسارات 4-2 ونتائج وخساره من سوسيداد، لكن ناس بتقول شخصيه البطل في دوري ابطال، انا بشوف ان شخصيه البطل ساعه ما بتكون بيحضر لقب. يعني شفنا لما خسر في سانتياغو برنابيو من برشلونه الناس قالت البعيده وصعب قوي ان ريال يروح يرجع يكسب في كامب نو، كسب 4-0 وتاهل، وبالتالي قبل مباراه برضو اوساسونا في نهائي الكاس كريم كاس الملك كان ريال مدريد عمل تذبذب نتائج سيء جدا في الدوري، لكن حضرت شخصيه البطل لما كان المباراه ببطوله مباراه لما تعادل في المباراه دي مباراه اوساسونا رجع بسرعه رجع تاني بسرعه قدر يحسن بالظبط، هي دي يعني الفريق الكبير. فما كنتش شاكك ابدا انه ريال مدريد النهارده برضو هيظهر بشخصيه كبيره جدا. بعتقد المباراة النتيجة عادلة إلى حد ما، ده يعني مجمل كده الكلام. حلو قوي. النهاردة حسيت إنها لعبة وحوش، اللي هو إيه، أنت هتدافع كويس أنا هدافع كويس، أنت هتشوط من برة أنا هشوط من برة، أنت هتقفل لي على هالاند هقفل لك على بنزيما، أنت بص يعني هي لعبة وحوش اللي هو مش هتكسبني وأنت مش هتكسبني. هي عارف اللي هي مرحله الوحش حرفيا. ده حقيقي. هو لقاء بين اقوى فرقتين موجودين في اوروبا دلوقتي والاعظم من حيث الاداء في اوروبا كلها هو ريال مدريد ومانشستر سيتي، خصوصا في دوري ابطال اوروبا. مانشستر سيتي ما اتغلبش ولا مباراه وريال مدريد هو ملك دوري ابطال اوروبا، ولكن هي مباراه كانت فنيه وتكتيكيه عاليه جدا صح. جدا جدا من اتنين مدربين اقوياء جدا. انا كريم انشيلوتي يوم ورا يوم انا بيثبت ان وهزانا مع الناس بتنتقد انشيلوتي ممكن يكون في الدوري مش كويس، ولكن انشيلوتي في المباريات الكبيره حاسم بشكل منقطع النظير. هو كان عارف كويس جدا انشيلوتي النهارده ان هو مش هيقدر يجاري السيتي. شفنا اول مره ريال مدريد في البرنابو ان هو بيلعب لو بلوك، بيلعب ضغط منخفض يا كريم قدام ال 18، مضيق المساحات على مانشستر سيتي بقوه كبيره جدا جدا علشان خاطر هو عاوز يعتمد على المرتدات والتحولات، لان ريال مدريد يا ياسر اكيد انت عارف ان هو واحد من افضل اذا ما كانش افضل فريق في العالم بيعمل المرتدات والتحولات في اقصر وقت وفي اقل عدد لمسات يعني وبيخلق المساحه حتى لو عدد لعيبه كان قليل. فانشيلوتي يا كريم دافع وكان بيعتمد على التحولات الهجوميه علشان عنده معلمين نص الملعب سواء مودريتش او سواء كروس، وكروس عاوز اقف عنده النهارده كروس كان بيلعب خط وسط مدافع رقم 6، كان بيلعب قدام ال 18 على طول، كان ممايل معاهم. النهارده كروس اكتر قطع للكرات في المباراه، وده شيء غريب جدا ان كروس ان هو يقدر يقطع كل الكرات دي. بالمناسبه معلش المقاطعه، كامافينجا عمل مباراه كبيره جدا النهارده، بس عملها كبيره جدا النهارده عشان توني كروس كان قريب منه في كل الكرات تقريبا. يعني بالمناسبه ده حقيقي. وكمان شفنا ان انشيلوتي كان عامل ستريتش، هو معروف ان جوارديولا الطريقه الجديده بيلعب بيها 3-2-4-1، هو دايما بيخلي الاثنين اجنحه بتاعته سواء برناردو سيلفا او جريليتش ماسكين الخط صح. فهو قام مطلع الاثنين باكات سواء كارباخال او سواء كامافينجا يقابلوهم، حتى لو نزلوا يستلموا من عند خط نص الملعب كان بينزلوا الاثنين ياخدوا معاهم الكوره، وكان بيبقى في مساحه كبيره ما بين الاثنين مساكين عشان هما كانوا ملتزمين بهالاند وما بين الاثنين باكات. فمانشستر سيتي الشوط الاولاني لما كان الملعب بيضيق شويه كان بيبقى فيه مشكله لان جوندوجان او ستونز الاثنين بيطلبوا الكوره ما بيروحوش دايما في انصاف المساحات، فدي كانت مشكله. كان دي بروين بس اللي هو بيحاول يروح يمين من شمال. ولكن يا كريم تحول ريال مدريد والطريقه اللي هو بيلعب بيها والاسلوب اللي هو بيلعب بيه، مفيش فرقه مهما كانت قوية ومانشستر سيتي في أقوى نسخة ليها ممكن تأمن لريال مدريد صح. ريال مدريد من أول مباراة جاله ثلاث كور، في كورة معانا في الدقيقة ثلاثة عاوز أوريها لك يا كريم. اتهنى يا جماعة على طول ريال مدريد اتضغط في الحتة الشمال اللي فيها كامافينجا. هنا بص يا كريم هنا الكورة اتقطعت، يا حلوة حلاوة الكورة. دي الكورة دي كانت في الدقيقة ثلاثة بالظبط. بص يا كريم هنا الكورة اتقطعت من فينيسيوس جونيور، هيسلم على طول الباص لتوني كروس. توني كروس أدي اللمسة الثانية على طول لروديجر. روديجر اللمسة الثالثة الصورة اللي بعدها هيلعب لكريم بنزيما، الصوره اللي بعدها
كريم بنزيما من وان تاتش بيطلع فينيسيوس جونيور. شوف يا كريم بقى انا اقف هنا لحظه، شوف كام لعيب من مانشستر سيتي ضاغط على لعيبه ريال مدريد في حته صغيره عند الخط ومفيش مساحه ان هم يطلعوا، ولكن التميز الكبير قوي عند لعيبه ومهاره لعيبه ريال مدريد فينيسيوس جونيور. راح نكمل بالكوره، عاوز ابص كريم بنزيما، شوف الزحمه اللي هو فيها، وبص يا كريم هو يخلق مساحه لنفسه ازاي. نشوف الفريم اللي بعده، بص يا كريم هنا الراجل طبعا امرقص ووكر وقف، كريم بنزيما هيروح في نص المساحه الفاضيه، نشوف الكوره وباكن هو بيلعبها فينيسيوس جونيور الكرة اللي بعدها، ولكن كريم بنزيما الكرة بتقع منه وما بيستلمهاش، ولكن دي كانت تحول من إحدى تحولات مانشستر سيتي في الشوط الأولاني. نفس الكرة دي هي الكرة بتاعة الهدف اللي جه لريال مدريد، ولكن عاوز أقف عند هدف ريال مدريد. امبارح أنشيلوتي في التصريح الصحفي بتاع المباراة كان بيتكلم بيقول كامافينجا بيلعب كدور ظهير أيسر لما ريال مدريد ما بيبقاش معاه الكوره، واول ما ريال مدريد بياخد الكوره بيتحول الى خط وسط مدافع. تعال بقى نشوف الجون وحلاوه الجون والطلوع بالكوره بالضغط الكبير اللي كان معمول. نشوف الجون بتاع ريال مدريد الحاله اللي بعدها، هنا نفس الكلام برضو روديجر معاه كامافينجا. بص مودريتش فين، مودريتش بعيد خالص خالص خالص، هيلعب الباس. نشوف الصوره اللي بعدها، لعب الباس لكامافينجا، بص بقى على مودريتش جه هينزل يستلم الكوره منه، كامافينجا قام واخد الخط ولعب برضو يا كريم ولمسه 2 3 نفس الكره اللي ترك في الدقيقه الثالثه، يكمل كامافينجا بالكوره. نشوف يا كريم، بص بقى هنا عاوز اقول لك وولكر دايما ولعب مباراه هايله على فكره بالمناسبه على فينيسيوس جونيور، كان دايما ماسك الخط مع فينيسيوس جونيور، ولكن اول ما كامافينجا لو دخل الخط او دخل جوه الملعب ممكن تلاقي فينيسيوس جونيور يا طالع بره يا داخل جوه، لكن هنا كامافينجا لما طلع لبره شتت انتباه وولكر فاتخلقت المساحه اللي في النص اللي هتيجي عند الزون 14 دلوقتي. نكمل بالكوره، فاستلم فينيسيوس، بص وولكر اللي كان مع فينيسيوس بسبب ان كامافينجا جاي عليه شتت انتباهه وفضل واقف مع كامافينجا فاتخلقت المساحه لكامافينجا قدام في الزوم 14. نشوف الصوره اللي بعدها عشان الراجل يقدر ان هو يصوب براحته يا كريم، ودي كانت نقطه من نقاط القوه الكبيره قوي عند ريال مدريد، وهو فريق يقدر يتحول تحت اي ضغط ممكن تتخيله. ريال مدريد يا كريم، اخر نقطه هقول لك على ريال مدريد، ريال مدريد لو عدى خط ضغطك الاول كره جون. يعني ريال مدريد لو انت بتعمل ضغط عكسي عليه الكره اتقطعت منك، وقدر ريال مدريد ان هو يعدي اول ضغط عالي بالفريق بيمارسه عليك، ريال مدريد راح بزياده عدديه في انفراداته، وشفت هدف ماتش ليفربول. فدي هي دي اخطر لقطه ثانيه كمان ياخدها لو نرجع لقطه الجون هتقولنا تكمله الكلام تكمله الكلام محمود على حته انه لو كسر خط الدفاع الاول عند اي فريق لقطه الجون اللعيب لو ذكي تكتيكيا ممكن كمان يتمرد على اخر حاجه خالص لما بيقطع اخر لقطه خالص عشان اخر لقطه محمود جايبها اللي هي خلاص هو بيقطع وش كمل يعني الكلام يا كريم انه الفريم اللي قبله بالظبط كده انه انت ممكن تكون ذكائك تكتيكيا حتى بيبقى فيه تمرد على التعليمات بتاعت المدير الفني. يعني معروف ان فينيسيوس جونيور احسن واحد في مركز الجناح الايسر بلا منازع في العالم. صح. فانت زي ما الانجليز بيقولوا دايما بيلاقي فرصته او بيلاقي ان هو يعمل التيرن اوفر او السويتش على الفلانك زي ما الانجليز بيقولوا او على الرواق دايما على الخط. حتى لما كان الناس بتتكلم انه خلص على كل الباكات الانجليزي اللي لعبوا عليه سواء ريس جيمس او قبليهم وكمان منهم ووكر، انه كان بيلعب واحد على واحد عنده سرعه وعنده قوه عنده واحد على واحد في المهاره. لكن المره دي انه عكس التعليمات اللي جاله، انت اللي هتنقل الفرقه بتاعتنا وهتعمل السويتش وانت اللي هتنقل الجبهه وتلعب على 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 ووكر واحد على واحد. لما كامافينجا طلع بالكوره هو قطم في النص اخر لقطه اهو، دي حاجه ما كانتش متوقعه لدفاع السيتي. لما جيب وشه وسدد ده اختياره هو التكتيكي مش تعليمات انشيلوتي اللي بقالنا اكتر من موسمين هو عنصر المفاجاه، وهو لعيب الاميز والامرز انه بيلعب على حتى في الشوط الاولاني كان في كوره عدى واحد على واحد ووصل الخط عملها بنزيما بالعرض طلعها ستونز. فهو الكل شغله كله على الجناح، اول مره يتحرر من المركز ده بقراره هو التكتيك يا كريم، جيب وشه وقدر يسجل ويكسر تكتلات. خلي بالك النهارده كمان الناس تاخد بالها من حاجه، هدف ريال مدريد رغم الضغط وان ريال ضيع فرص اكتر او كانت اكتر شويه من سيتي، الهدفين من بره 18. قوه المنظومه الدفاعيه عند الفرقتين، والمباراه لو كانت امتدت لوقت اطول او سيتي قعد كتير ما كانش هيسجل هدف من جوه 18. فبالتالي المجمل انه طبعا فرقتين محترمين بعض جدا واثنين عندهم لعيبه كبار جدا، لكن ريال مدريد نجح في عزل هالاند خالص عن منظومه سيتي اللي بقت كورتها او كوره جوارديولا بتخدم عليه طول الماتش. الناحيه الثانيه ان لما جه الحل الهدف جه من 18 من الفرقتين، تسديده من جونيور مهاره، التمهيد اللي اتعمل الشغل الدريبلينج او تمهيد الكوره او الوان تو هات كتير او الدبل باس اتعمل لعيبه السيتي، مهدت الكوره لواحد من احسن لعيبه اللي بتشوط في وسط الملعب هو كيفن دي بروين. لو كان اي لعيب ثاني حتى لو كان رودري من لعيبه الملعب كانت الكوره اتسجلت. فبالتالي حتى في دي الفريقين وصلوا لمرحله من احترام بعضهم انه الماتش صعب جدا تكتيكيا على اثنين درجه انت الاهداف مش من جوه 18. مظبوط، شايفين الحلاوه، شايفين الكلام ممتع ازاي مع محمود شاكر وياسر حسين. بعد الفاصل هنكمل الكلام الحلو
في الكرة الحلوة وكلامهم الحلو كمان عنها. خليكم معنا. بتكلم مع محمود شاكر رئيس حسين واحنا في الفاصل على الجول بتاع كيفن دي بروين وازاي صاروخ وازاي عظيم. فرح محمود فاجئني وقال لي الكره اصلا رمت تماس كانت على مانشستر سيتي قبل الهدف على اوت. ففرحت وحسيت بالظلم كده والقهر والمؤامره وبتاع والكلام ده. اللي في لقطه على السوشيال ميديا دلوقتي قلب الدنيا وهي ان الهدف بتاع كيفن دي بروين هدف التعادل لمانشستر سيتي في الاصل هو اوت والفار ما خدش باله ولا حد من كل الموجودين في الملعب خد باله. وشفناها في لقطه الذكاء الاصطناعي ان الكره دي في الاول خالص كان برناردو سيلفا بيحاول يلحقها كانت في نص الملعب بيحاول يطلعها برجله من على الخط وبعد كده الكره اتلعبت وهي دي الذكاء الاصطناعي جاب لك ان الكره اصلا ما عدتش يا كريم الخط طلعت بره كلها بكامل محيطها حتى يعني لو تشوف الخط الاحمر ده الخط الاحمر ده اخر حته بالظبط عند خط بتاع الاوت والكره عدت بكامل محيطها. بعد كده برناردو سيلفا لعبها وحصل شويه دربكه في وسط الملعب وقام قاطعها على طول رودري ومسلمها لغايه لما جه الهدف. فانا عاوز اسال سؤال اللقطه دي لو كانت عندنا احنا في الدوري المصري كان حصل ايه؟ لو الكره اتحسبت جول حقيقة ما عندناش الكرة نفسها يعني الكرة بتاع الشامبيونز يعني كده مش هنقف على دي يعني ولو لو ده اللي تعرف على الخط ولا بره الخط. بص ما احنا لو عندنا الكرة دي اصلا مش هنتضايق على الكرة دي يعني ده حاجات داخلة في بعضها. لقطة غريبة جدا يا كريم في اقوى واهم مباراة في الموسم وكم الكاميرات اللي موجودة واعلى تقنية وكل حكام الفار والكرة عدت على الناس كلها لازم يدهوله بس الشوطة بتاعة دي بروين حلوة. انا نفسي اعرف هي سرعتها كم كيلو في الساعة. تعرف انا خفت على ايد كورتوا قلت يا رب ما تلمس ايده ما تجيش يعني ما لو لمست ايده هيبقى في مشكله في ده الواد يعني اتشاط على كورتوا اتشاط عليه شوطه قبلها من دي بروين لو خدتوا بالكم وفضل دي بروين ايديه تتقلب اللي اتحسب التسلل. تخيل دي بقى لو كانت خبطت في ايديه تكنيك كمان يا كريم يعني مرجحته برافو عليك القدم طبعا ممتع وهي رايحه ممتعه وهي رايحه عجبك شكلها في رجله ارتفاعها صعب جدا ارتفاعها صعب جدا يعني لا هي في السقف ولا هي في الارض وعلى الارض لا ده هي عارفين في لعبه كريم اللي هي زي بتبقى زي بترمي زي حاجه فريسبي تقريبا حاجه كده هو صح يعني دي بروين بيشوط كانه بيمرجح بيلعب بطبق او وهي برضو اللي ساعد ان الكره جت ان هي كره جايه له وهو خدها وان تاتش يعني هو ما خدش الكره استلم وقام زق خد خطوه وان شايت لا هي الكره وهي جايه له خدها وان تاتش. بالنسبه لدي بروين على فكره كريم صح بلاي ستيشن 2 تقريبا بالمناسبه دي بروين بيشوط في كل الاوضاع بكل القوه بكل السرعه باي رجل يعني هو خطير بصراحه. كنت عايز تقول حاجه على بيب جوارديولا دوافع النهارده جزء طبعا هنتكلم عن مشروع ريال مدريد وحتى لو يعني جماهيره طبعا دلوقتي تقول لك لا يا عم البطوله بتاعتنا لو لا قدر الله ما خدوش الشامبيونز ليج كالعاده السنه دي ان شاء الله انه في تاكيد هقول لك على على عناصر يعني يتهدوا شويه بس سيب لقمه لغيرك. في شواهد كتير على انه حتى لو ده حصل المشروع ماشي في نجاح تام وريال مدريد هيسيطر برده على الكوره في السنين اللي جايه. لكن لما ريال مدريد كان قراره يجيب العراب الكبير انشيلوتي ده كان قرار طبعا لخبراته في تشامبيونز ليج وقنصه للبطوله مع اكتر من نادي. على الناحيه الثانيه جوارديولا بيخش كمدير فني هو كمان ليه دوافع هو كمدير فني مش بس للفريق يا كريم. رغم عبقريه جوارديولا والناس بتتكلم على انه يعني جوارديولا العبقري وهو يعني ان لم يكن احسن مدربين في العالم دلوقتي لكن ارقامه مدرب بالحجم ده وبالكونسيستنسي دي وبالاستمراريه دي في الدوري الانجليزي وانه بيكسب البطوله الاقوى تقريبا كل سنه مع المنافسه دي وصل لسيمي فاينل كتير وصل لكن ارقامه تبين لك انه حتى هو السنه دي داخل نفسيا عايز يغير الارقام دي. انت هو درب الفرق كلها دربها وصل بيها 9 مرات سيمي فاينل سيمي فاينل 3 مرات كسب وخسر 6 يا كريم. النهارده المباراه ال10 تعادل هنزود واحده لو في ملف تاني تبقى البوكس الرابع وتعادل الوحيد اللي هو النهارده الى ان تحسم المباراه. اكتر مدير فني في التاريخ يا ياسر مش كده اكتر كوتش في التاريخ اكتر واحد كان جوزيه مورينيو كان مورينيو ادي جوزيه مورينيو في الخساره الستة ده. فبالتالي انت النهارده مع اسم جوارديولا لا الارقام ضعيفه جدا انك تخسر 6 وتكسب 3 والنهارده تعادل. فبالتالي الدوافع قبل المباراه مخليه انه عايز يحسم المباراه دي من بدري وعايز يكسب اخيرا يتخلص من عقده ريال مدريد. تصريح مهم قوي كان قاله السنه اللي فاتت انه انت ليه ما بتخش الشامبيونز ليج قال لهم عشان ريال مدريد بيقع قدامي. فبالتالي حتى يعني الدوافع بتاعت اللعيبه تشوف تصريحات من رودري وغيره من نوع احنا عايزين نكسب الفريق اللي طلعنا السنه اللي فاتت. هو كمان كمدير فني يا كريم اعتقد انه مهم جدا ليه انه يعد مرحله السيمي فاينل ويوصل للفاينل خاصه على حساب ريال مدريد. عظيم اتفضل يا حضرتك. بس عاوز اقول على بيب جوارديولا انا حاسس ان
هو وصل لنضج كروي كبير جدا ان هو بطل يعمل موضوع الاوفر كوتشنج او اللي هو بيقولوا عليه ان هو بيالف. برافو عليك. يعني شفنا التاليفه اللي حصلت في ماتش تشيلسي قبل كده في الفاينل ماتش تشيلسي وسيتي وضيع الماتش بسهوله جدا. لما هو شال رودري من التشكيل لعب واقعيه كبيره كريم، وبعد ما تعادل 1-1 ده كان ممكن يورس يجيب جون تاني، لا هو ارتضى وانشيلوتي ارتضى. صح. حتى عشان كده المباراه كانت في بعض اوقاتها كنت بتحس ان هي تدوير كوره بس، ما فيش حدش عاوز ياخد المجازفه اكتر من كده، كل واحد لا مرتضى. انت عارف انا لاول مره مش لاول مره يعني لا ممكن الموسم ده او الموسم اللي فات كمان احس ان بيب جوارديولا بدا يفهم او يقتنع ان الكوره هجوم ودفاع. الراجل كان بيهاجم دايما، بيهاجم بنفس الطريقه دي من ايام برشلونه بنفس الطريقه دي، بس الدفاع دايما كان عنده فيه خلل كبير جدا. دلوقتي لا، دفاع مانشستر سيتي قوي جدا، منظومه مهمه قوي السنه دي. في حاجه بس تكمله برده كريم لنقطه محمود انه بيقول الاثنين ارتضوا، فعلا عنده حق، لكن لحد الدقيقه 83 انشيلوتي عمل حاجه عجيبه جدا. احنا برضو عايزين نفكر الناس ان في مباراه اللي هي الاهم في الموسم بين اقوى فرقتين كل جماهير الكره في العالم مستنياها، الفريقين بيلعبوا مباراه تحسم الصعود في المباراه الاولى لحد الدقيقه 81 ما حدش عمل تغييرات. ايوه 81 الاثنين مدربين مقطعين غريبه جدا. الفرقه واقفه على رجليها واللعيبه ماشيه كويس، انا مش عامل اي تغيير. وانت بتتكلم على اقوى فرقتين فعليا كمان فرقتين. محافظين على امورهم البدنيه من مش السنه دي بس، برضو من السنوات عندهم دكه مرعب. يعني بتتكلم على ريال مدريد بقيمته ولاعبيه ومانشستر سيتي بقيمته ولاعبيه، الخمسه اللي بره هيغيروا النتيجه. فانت عملت تغييرات كلها، لكن جوارديولا على حته الارتضاء اللي هي كان عنده شويه يعني فكر في ريسك او فكر في حاجه مبنيه على كل الكلام اللي اتقال على مدريد. سان فيكر بتقال على شخصيه البطل، على لا ده ريال مدريد محظوظ، لكن الحقيقه كان انه ريال مدريد في الدي ان اي او في عنده مزروع في لاعبيه انه عنده وصل لمرحله من النضج الكروي ومن الثبات الانفعالي ان لعيبه كريم زي المباراه بتاعت السنه اللي فاتت وصلت الدقيقه 91 و92 وقدره وعندها قناعه انها تقدر تغير النتيجه. صح. هو لعب على دي في الدقيقه 83، بدا يعمل اول تغييرات ليه وبدا يغامر شويه في التغييرات وبدا يحس انه الامور البدنيه متساويه عند الفريقين، لكن صح. هو كان عارف انه نفسيا اعلى من مانشستر سيتي في الجزئيه دي. صح. والرهبه الوحيده اللي ممكن تكون عند جوارديولا او لعيبه السيتي انه عارفين ان ريال مدريد دي بطولته وبيعرف يلعبها حتى لو متاخر في النتيجه. حتى فهو في الدقيقه 83 بدا يغير ويضغط جدا، حط مانشستر سيتي في نص ملعبه لحد ما الحكم صفر، ولحد صفاره الحكم الكوره في رجل لعيبه ريال بتتناول الكوره وضغط حتى سيتي في نص ملعبه. هو كان عايز يعمل دي بس اتاخر جدا. طبعا هو بيلعب السيتي فما حبش ياخد ريسك بدري، بس هو حاول يلعب على السبع دقائق اللي فاضله في التسعين، وكمان الحكم مدى ثلاث دقائق فهو كانت حوالي 10 دقائق بدا يعمل فيهم ان انا ممكن اغير النتيجه، واعتمد على انه الثبات الانفعالي عند لعيبه ريال اعلى وقدرت تغير النتيجه في اخر اخطاء في الماتش في اخر 10 دقائق. صح. محمود مين اكتر لعيبه عجبك النهارده؟ كيفن دي بروين طبعا. يعني هو اشيك واحلى لعيب ممكن تتفرج عليه. طبعا هو تحسه ان هو لابس لا والله تحسه لابس كرافطه وبدله وبيلعب بمنتهى الشياكه، يعني ما بيتعزمش هو بيعمل. صح. اي حاجه كريم ومنه وشمال كامافينجا. شكرا. كنت هتقوله انا كامافينجا النهارده يمكن طبعا اصل هو دي بروين زي ما بيقولوا ده العادي بتاعه انه يبقى جامد قوي. بس كامافينجا كان فوق الاكسبكتيشنز، يعني انت كنت حاسس النهارده كامافينجا ممكن يبقى هو ثغره ريال مدريد، فاداك فوق التوقعات، فبشكرك انه كامافينجا يعني هو محمود طبعا هو دي بروين كمان اللي خد احسن لاعب النهارده وفعلا هو احسن لاعب، بس كامافينجا فوق التوقعات كان النهارده عامل اداء رائع جدا. مين هيكسب انتر بكره كام؟ انتر هيكسب ان شاء الله. انتر هيكسب ان شاء الله. لازم تبقى محايد. ده انا كده محايد جدا. عشان ما تقولكش هيكسب. مش من الحزل في الاتجاه. لا هقول لك على حاجه والله يا كريم صراحه. احنا في يعني الناس بتشجع الكره الايطاليه مهما كان انتمائها مدركه ثوابت معانا في الكره الايطاليه. يوفي طبعا هو ملك ايطاليا والاكثر تتويجا والنادي الاكثر استقرارا مهما حصل عقوبات او غيره. ميلان هو فخر ايطاليا، اي سي ميلان هو فخر ايطاليا في مساله يعني دايما نقول بيج ميلان عشان هو اللي مشرف ايطاليا بالسبع القاب. صح. لكن انتر السنه دي على عكس البدايات في الاوقات الحاسمه من الموسم ظهر بشخصيه مغايره خالص. صحيح. وصوله لنصف نهائي ده اكتر من مواسم مثلا اللي انتر خسر فيها في الدوري، سيميون انزاجي تعرض ل 10 هزائم، لكن في المباريات الحاسمه سواء في الكاس سواء في السوبر او حتى في الدوري في مباريات كبيره بالظبط كده حاجتين روما بعيد عن توقع ان انتر ممكن ان شاء الله يكسب او يعدي انه هيبانوا قوي بكره انه الماتشات المباراه الاخيره في الموسم ده انتر حتى بتوع ميلان هيقول لك كده كعبه عالي على ميلان شويه، لكن شخصيه ميلان أيوة في الشامبيونز مختلفه خالص ونابولي أكبر مثال على ده طبعاً. لكن اعتقد ان الفريقين هتبقى مباراه قويه جدا وان كانت الغلبه شويه الانتر انه بيعرف يلعب ميلان. حود انا يعني هختلف مع اسر للاسف. انا بشوف ان الميلان في الشامبيونز ليج بيبقى كعبه اعلى
وطبعا ما ننساش الماتش بتاع روي كوستا وماتيراتزي الماتش الشهير ده طبعا. اعتقد ان الغيابات هتاثر على الميلان وده ممكن يخلي عدم وجود رافائيل لاول اللي بشوفه واحد من 50% من قوه فرحيه يعني طبعا عشان اكون محايد يعني ميلان خسر كمان عاوز اتكلم كريم بصراحه على ادوار اسماعيل بن ناصر بيقدم ادوار خياليه مع الميلان انت لو تتفرج على اللقطات وتتفرج على الموسم اللي هو عامله لما الراجل بيولي زقه من حته ان هو بيلعب قدام الاثنين سنتر باك وزقه شويه ان هو بيلعب زي تحت الفراوده الراجل بيقدم مستويات مش طبيعيه لان هو كوير وبيعرف يتصرف تحت ضغط في التلت الامامي بطريقه كويسه جدا اوليفر جيرو اللعيب الاكثر تعرضا للانتقاد من كل جماهير الانديه اللي راحه بيقدم برضو مستويات رائعه الناحيه الثانيه الانتر لوكاكو بدا يستعيد مستواه ولكن عاوز اقف عن لوتارو مارتينيز هو اكتر واحد تقريبا جاب في الميلان جايب 7 تجوان لغايه دلوقتي مع ميلان ولكن في برضو رقم مهم جدا الماتش اللي فات لما كان مريحه انزاجي مده كبيره من اللقاء فكل جماهير ميلان دخلت انت بتريحه ليه أيوة. انت بتريحه انت عشان تجيبه لنا ولا لا ارقامه ارقامه انت بتريحه ليه دلوقتي قدام الانتر حلوه جدا وحاجه ثانيه بقى عاوز اقول لك ارقام الميلان الميلان ما اتغلبش في السيمي فاينال في الجوسيبي ميازا اخر 6 مرات غير مره واحده بس من برشلونه هي دي المره الوحيده الباقي كله السيمي فاينال خده ولكن الانتر بقى له 6 مرات بيكسب في الدوري الميلان تقريبا اتعادل 3 مباريات وخسر كسب مباراتين وخسر واحده فالارقام زي ما بقول لك اسر انا احس في استقرار اكتر في الانتر ولكن الموضوع اللي زي كده ريال مدريد ريال مدريد مش شاف في الدوري ولكن في دوري ابطال اوروبا حاجه تانية فاعتقد ان ده ممكن يرجح كفه وهي نوعيه مدرب كمان يا حوده كريم يعني مثلا انشيلوتي على قد عبقريه انشيلوتي والمدرب عظيم في ايطاليا برضو احنا اي حد بيشجع دوري عارفين هو مش بتاع دوري انه راجل كان شاطر يعني حقق انجازات عظيمه مع ميلان تشامبيونز ليج انه شاطر جدا في النوك اوت وده استمر مع ريال مدريد والفرق الثانيه انزاجي نفس القصه انزاجي اقتنص وهو في مدرب لاتسيو اقتنص اللقب الكاس والسوبر من يوفي من فم اليوفي كبير ايطاليا لما جه انتر قدر ياخد الكاس وهو بطل الكاس والسنه دي بيلعب هيلعب الفاينل خد السوبر من ميلان بثلاثيه بنتيجه يعني اكتسح الميلان تقريبا فبالتالي هو شاطر في نوك اوت في الدوري ما قدرش يعمل رغم ان دلوقتي رجع للنتائج الكويسه 6 مباريات ست مباريات الفوز في وقت طبعا مهم جدا انك تحاول تلاقي مقعد على الشامبيونز ليج فالصراع بيكتمل يعني بكره في صراع بين الفرقتين انه مين هيوصل نهائي الشامبيونز ليج ومكملين انه الاثنين بيحاولوا يحجزوا مقعد الرابع خاصه ان الفرقتين غلبوا لاتسيو اللي كان الوصيف انتر كسبوا 3-1 ويوفي وسوري وميلان كسبوا 2-0 فبالتالي قدروا ان هم يحاولوا يخشوا في حته الثالث والرابع هايل اسامه مشكور شكرا جزيلا شرفت ونورت كالعاده حبيبي يا كريم شكرا وحشني جدا محمود نورت الدنيا كالعاده شكرك شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معانا اشوفكم يا رب على الف خير